مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله. مساء الفل على حضراتكم، ودايما منوريني ومشرفيني في بيتكم الاهلي. زي ما حضراتكم عارفين، النهارده كان حادث اليم اثر فينا كلنا كمصريين. لازم نقدم تعازينا كنادي اهلي وكاسره قناه النادي الاهلي لكل اسر شهداء قطار محطة مصر. أحداث كتير جدا ظهرت على الساحة بعد هذا الحادث، وفيديوهات كتير نزلت، لكن بتمنى من الجميع ان هم بعد ما يكتشفوا كل الفيديوهات ينزلوها لنا، عشان ما نفضلش نتعقب فيديو بفيديو ونقول آرائنا في كل فيديو ونشوف أصل المشكلة في القطارات، لا أصل القطر مش لوحده، أصل السواق نط من القطر. لسه من شوية فيديو نازل بيبين قد إيه كان فيه يعني لا مبالاة من سائق القطار لما نزل يتخانق مع سائق القطار التاني، ازاي يدخل فيه وداس على القطر عشان يطلع وساب القطر والقطر طلع من مكانه، فيلم كبير كده. اتمنى ان احنا يعني نظهر الفيديوهات في النهاية، ما نفضلش ننزل كل فيديو لوحده، لان بيبقى يعني الدنيا مولعة فينا احنا كمصريين وقلوبنا بتتقطع لما بنشوف مثل هذه الحوادث الكبيرة جدا واللي بتأثر فينا كمصريين. كفاية بقى اللي حصل يعني قبل كده، والحمد لله على كل شيء، وإن شاء الله في الجنة بإذن الله. النادي الأهلي النهاردة نعى شهداء قطار محطة مصر الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والسادة أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والقطاعات الرياضية والعاملين بالنادي الأهلي ببالغ الحزن والأسى. نعوا ضحايا قطار محطة مصر والذين وفاتهم المنية إثر الحادث الأليم والذي وقع صباح اليوم. تغمدهم الله بواسع رحمته وادخلهم فسيح جناته والهم اسرهم وزويهم الصبر والسلوان وخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. ده كان بيان النادي الاهلي في نعي اسر ضحايا شهداء محطه مصر. نتمنى ان يعني الحمد لله على كل شيء، واكيد الحادث مش هيمر مرور الكرام، وحوادث كتير النهارده بتحصل مش عارف في ايه. الحمد لله يا رب، وان شاء الله بلدنا تفضل امنه باذن الله رغم اي حاجه. ان شاء الله يكون معانا النهارده او فقرات الاهلي الليله النهارده. بصراحه يوم مش عادي يعني، فعشان كده كلنا زعلانين كمصريين، واكيد كلنا زعلانين هنا كقناه نادي الاهلي. ان شاء الله النهارده في الاهلي الليله هيكون معايا النجم الزميل محمد الجندي، هيكون معاه الكاتب الصحفي الكبير ومدير تحرير صحيفه الاهرام الاستاذ نبيل عمر في الفقره الاولى بعد ما اخلص معاكم الاخبار، ويبقى معاكم النجم عمر ربيع ياسين في فقره الالعاب العالميه، وان شاء الله يبقى معايا الناقد الرياضي الشاب كريم رزق. زي ما احنا متعودين مع حضراتكم ان احنا بنقدم وجوه جديده كل اسبوع هنا في قناه النادي الاهلي، وجوه شباب جديده محبين للنادي الاهلي في كل المجالات بصراحه، وحاجه مشرفه جدا جدا، وانا عن نفسي بتشرف بيهم قوي. وان شاء الله نفضل كده معاكم مستمرين في اكتشاف مثل هؤلاء الشباب الناضج جدا والواعي جدا والمحب قوي قوي للنادي الاهلي. تعالوا أبدأ معاكم بأخبار النادي الأهلي. النجوم النادي الأهلي كلهم بلا استثناء بينعوا شهداء قطار محطة مصر على صفحتهم الشخصية في تويتر. كل نجوم النادي الأهلي بلا استثناء بصراحة نعوا كل الشهداء، وتمنوا أكيد الصبر والسلوان لأسر هؤلاء الشهداء وخالص تعزيهم للشهداء، أسر الشهداء. موقف أليم بصراحة قوي يعني، وما تفهمش ايه اللي بيحصل بصراحه. اهمال لما بعد، قلنا في الاول اصل حادث ارهابي، قلنا في الاول اصل تسيب، وقلنا في الاول اصل في اهمال في قطارات مصر وفلوس بتتصرف على الفاضي، كله كان كلام طالع بعد الحادثه على طول، مفيش حد كان عارف ايه الاسباب، مش حاطين ايدينا على حاجه. بعد كل ما فيديو ينزل بيبين لنا حاجه جديده، كل ما فيديو ينزل بيبين لنا حاجه جديده، لغايه زي ما قلت لحضراتكم اخر فيديو نزل اكيد حضراتكم هتشوفوه او شفتوه بالفعل على صفحات التواصل. مأساة بصراحة، مأساة يعني، قطر واقف يدخل فيه قطر تاني، وسواء القطر يدوس قوي عشان القطر يطلع من زنقة القطر التاني، وروح نازل متخانق مع سواق القطر التاني، القطر يروح طالع لوحده ومجاري بقى لغاية لما شفتوا الحادثة اللي حضراتكم شفتوها دي. حاجة بصراحة حاجة مش ممكن يعني. خلينا نروح لأخبارنا مرة تانية. وفد الأهلي في الإمارات لاختيار الزي الجديد لفريق الكرة، سيد عبد الحفيظ ومعاه أمير توفيق مدير التعاقدات. سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ومعاه أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق، النهاردة راحوا الإمارات أو طاروا الإمارات لاختيار الزي الجديد للنادي الأهلي أو الخامات لتيشيرتات النادي الأهلي بتاعة الموسم اللي جاي إن شاء الله، بدري كده بدري عشان ما بقاش فيه أي زنقة، ما يبقاش في اي مشكله يعني، يبقى اللبس متوفر
ومتوفر بكثره كمان. تعرفين النادي الاهلي بيبقى داخل في مسابقات كتير وداخل في بطولات كتير ما شاء الله، محتاج يبقى عنده لبس كتير جدا، غير بقى المحبين وغير الهدايا اللي بتطلع من تيشيرتات النادي الاهلي القيمه جدا اللي بتمناها اي حد بصراحه. يختاروا الخامه ويختاروا تصميم التيشيرت الجديد، وان شاء الله تكون حاجه تليق باسم النادي الاهلي وبشركه امبرو، الشركه الكبيره جدا في انجلترا. فريق النادي الاهلي بيعود للتدريبات ومحاضره فنيه من لاسارتي، كانت مباراه مهمه جدا امام الجونه، الاهلي كان متاخر بهدف لكن الحمد لله قدر يقتنص 3 نقاط كانوا مهمين جدا في مشواره في الدوري العام. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله بالمجهود ده وبالصحوه بتاعه النادي الاهلي اللي متعودين عليها دايما وبأملنا وعشمنا في الفرقه ان شاء الله يكون الدوري في الجزيره باذن الله هذا العام. لاسارت اتكلم عن مباراه الجونه الاخيره، واكيد هيتكلم عن مباراه بتروجيت ان شاء الله تكون في استاد بترو سبورت يوم الاثنين يوم 4، وهقول لكم برده خبرها. كان مفروض في استاد السلام لكن اتنقلت المباراه لبترو سبورت، والحمد لله بدانا نتعرف على الملعب وبدانا نحفظ الملعب والحمد لله بنحقق عليه دلوقتي مكاسب ان شاء الله يكون مكسب مهم ان شاء الله في المباراه القادمه. لكن لاسارت اتكلم عن المباراه اللي فاتت واتكلم عن سلبياتها وايجابياتها واتكلم على قد ايه ان المشوار صعب ولازم نكمله بنفس الصح ونفس القوه اللي احنا ماشيين عليها وان شاء الله تستمروا عليها. ده كان كلام لاسارت التحفيزي للاعبي النادي الاهلي اللي هم متحفزين ان شاء الله بالفعل. عمرو جمال بيبدا تدريبات الجري حول الملعب، عمرو جمال كان عنده شد في العضله الاماميه طولت شويه الاصابه ان شاء الله يرجع بسرعه جدا. كمان الشناوي كان بيعاني في اجهاد في العضله الضمه، وعارفين ان الشناوي قلت لكم قبل كده شخصيته ما بيحبش يقعد، حتى لو عنده شد عنده مش عارف ايه ممكن ينزل ويدوس على نفسه، لكن الموضوع كان زاد شويه فاضطر ان هو يقعد شويه. شريف اكرامي كان ما شاء الله في المباراه اللي فاتت، عايزين كل حراسنا بصراحه معاهم كمان علي لطفي يكونوا كمان قد المسؤوليه وكلهم يكونوا جاهزين يعني في قمة الجاهزية بتاعتهم للمباريات القادمة بإذن الله. عاشور وسليمان، وليد سليمان والنجم حسام عاشور بيواصلوا برنامجهم التأهيلي، لعيبة كبيرة جدا جدا لازم يكونوا موجودين في الفترة اللي جاية بإذن الله. خلاص قربت المسافات ان شاء الله تلاقيهم في المباريات المقبله. بتروسبورت قلت لكم خلاص بيستضيف لقاء الاهلي وبتروجيت ان شاء الله يوم 4 مارس المقبل، وان شاء الله مباراه مهمه مباراه صعبه. بتروجيت بيعاني معاناه كبيره جدا جدا، بتروجيت عنده مكاسب الفتره اللي فاتت مع مديره الفني الجديد، لكن مباراه الاهلي مختلفه تماما. ان شاء الله ان شاء الله تكون مباراه تليق باسم الاهلي وبتروجيت، ان شاء الله يكون الاهلي حليفه التوفيق في هذه المباراه ويكونوا في صحوتهم اللي احنا تعودنا عليهم. يلا نطلع بسرعه فاصل عشان نستقبل الكاتب الصحفي الكبير ومدير تحرير صحيفه الاهرام الاستاذ نبيل عمر في ضيافه النجم الكبير الزميل محمد الجندي، استنوهم بعد الفاصل. مشاهدينا في كل مكان مساء الخير واهلا بحضراتكم، وما زلنا معكم من خلال الاهلي الليله وهذا اللقاء الخاص. يسعدنا اليوم على شاشه قناه الاهلي ان نلتقي بالكاتب الصحفي الكبير والمحب جدا للنادي الاهلي الاستاذ نبيل عمر. مساء الخير يا استاذ نبيل واهلا بحضرتك، وطبعا بتسعدنا مشاركتك معنا على شاشه قناه الاهلي. كبير وعلى يعني اهلا وسهلا بكل مشاهديك. قبل ان ابدا بكل التفاصيل الخاصه بمحتوى هذا اللقاء وما تم اعداده ومقال حضرتك طبعا الرائع اكثر من مقال في الايام الاخيره على صفحات المصري اليوم لرصد المشهد والملابسات الخاصه بالاحداث الرياضيه في مصر بوجه عام والامور الخاصه بكره القدم بوجه خاص، لا يمكن ان نبدا دون ان نتطرق طبعا لكل ما حدث اليوم، الاحداث المؤسفه والكارثيه التي وقعت اليوم، وان نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يتغمد ضحايا هذا الحادث الاليم برحمته الواسعه ولاسرهم الصبر والسلوان. واستمع من حضرتك لكلمه بالتاكيد تود ان توجهها لبعض الاطراف بشان ما حدث اليوم. طبعا انا مش عايز اقول لك قلبنا كلنا موجوع قد ايه، وطبعا احنا متابعين الحادث من ساعه ما اول خبر، يعني اولا خالص العزاء لكل اسر الضحايا، قلبي وقلب كل المصريين معاهم، لانها يعني عايز اقول انها احيانا بيبقى في احداث تحدث او وقائع تحدث، ماساه تحدث،
في رأيي انها دون سبب حقيقي. فده الوجع بيبقى اكثر، الالم بيبقى اكثر، الحزن يبقى اكثر، لان هل تهون علينا حياتنا الى هذه الدرجه؟ فخالص عزائي لهم. وعايز اقول لكل المسؤولين في مصر ان المساله اكثر من حادثه، ان الحكايه متكرره، وان المساله اذا كنا اردنا ان نبحث عن حل نتجاوز هذه الحادثه ونعرف ايه ماذا يحدث في حياتنا ككل، غير معقول وغير ممكن ان تتم حادثه في اوائل القرن الحادي والعشرين بهذه الكيفيه. من ساعه ما بدات اقرا من الصبح وانا بقرا اسباب عبثيه، القطر ماشي لوحده، سواء نط من القطر، وطبعا كميه التضارب وكلها اسباب انا بعتبرها اسباب غبيه كمان يعني، وتجعل الالم زي ما يكون سكين وأكثر. بلا مبالغه سكين يقطع في القلب. مش ممكن يا جماعه، مش ممكن، مستحيل ان يكون ان يحدث في مصر مثل هذا في اوائل القرن الحادي. خلاص احنا دخلنا في الربع الاول من القرن الحادي والعشرين. كانوا وانا جاي في السكه كان الاذاعه بتتكلم على الاداره الذكيه. طب انا يعني من المأساة، تعرف انا عملت حاجة مؤلمة جدا وانا جاي قبل ما اجيلك، قعدت اقلب عن حوادث القطارات في مصر ابان الادارة الانجليزية، ما اكتشفتش، ما عملناش في نفس او ما عملوش فينا اللي احنا عملناه في نفسنا. القطارات منتظمة، صحيح احنا ازدحمنا، زدنا، كترنا الى اخره، بس كمان اتعلمنا وعندنا تكنولوجيا وعندنا وعي. ما ينفعش ان كنا ندير السكه الحديد من 60 سنه احسن ما نديرها الان. ومن سوء الحظ كمان او اللي بيخلينا اكثر، انا اول بدايه حياتي اصلا كنت محاسب في حسابات الحكومه في وزاره الماليه، وكنت براقب على السكه الحديد بعد ما خلصت جيشي كضابط احتياط. مش عايز اقول لك طبعا الاخطاء هي من ساعه من، مش ممكن يا جماعه، حرام. طيب انا هقول لحضرتك فخالص العزاء يعني عايز اقول يعني لو اعرف يعني نروح كلنا نعزي هؤلاء الناس الذين فقدوا حياتهم او حياتهم دون سبب. كل ما سمعته منذ ان وقع هذا الحادث وحتى لحظه اجراء هذا الحوار هقول لحضرتك يتلخص في امرين. مطالبات كل من سمعناه من المواطنين المصريين بيقول نعم نريد ان تقتص الدوله والجهات المعنيه لضحايا هذا الحادث ولأسرهم من المتسببين في هذا الحادث الكارثي حسب وصف حضرتك واتفقنا جميعا، وأن تعمل الدولة بشكل أيضا يوازي عملية القصاص بالقانون على عدم تكرار أو تفادي تكرار هذه الأحداث، إن نمشي في الخطين وليس خط طبعا التعامل فقط خط أو رد الفعل فقط. إن شاء الله يكون في اهتمام والتفات من الدولة قدر المستطاع، وأن نعمل على يعني أننا ننهي تماما وتدريجيا إن شاء الله في الأعوام القادمة أسباب تكرار هذا الحدث، وأن نواجه هذا الإهمال اللي بيرى الكثيرون أو تجمع الآراء على أنه لا يقل خطورة عن مخاطر كبيرة جدا تحيط بعالمنا العربي وبمصر على وجه التحديد، مثل الإهمال والإرهاب. الإهمال يعني بدرجة كبيرة مثل الفساد والإرهاب يمثل طبعا خطورة كبيرة على أي وطن، وإن شاء الله نأخذ بالأسباب التي تعنا وتساعدنا على تجاوز هذه الأزمة وعدم تكرارها في الفترة القادمة إن شاء الله، على أن يكون هناك قصاص بالقانون حسب حجم ويوازي ومناسب لفداحة هذا الحدث. خلينا ننتقل مع حضرتك للمشاهد الغريبة اللي شفناها في الفترة اللي فاتت، وعلى مدار سلسلة أو من خلال سلسلة مقالات وأكثر من مقال حضرتك تناولت الأوضاع الرياضية في مصرنا الحبيبة. كيف ترى المشهد الرياضي المصري بشكل عام؟ يعني أولا إحنا مقبلين على بطولة كبرى إقليمية كبرى اللي هي بطولة أفريقيا، وإحنا بننظمها وبعدين وبننظمها في ظرف خاص جدا، ان احنا في اخر لحظه خدنا تنظيم البطوله. احنا لا ننظم البطوله من سنتين، فعارفين فعمالين نجهز نفسنا بقالنا سنتين او ثلاثه، وبنعد الملاعب والفنادق والى اخره من كل الاجراءات التنظيميه العظيمه. ومصر طبعا قادره على تنظيم ايا كان الوقت، لان عندنا كوادر وخبرات بشريه جيده جدا وحقيقيه. لكن كمان احنا مده صغيره قوي، المده الصغيره دي كانت تستلزم منا ان يكون تركيزنا تركيز شديد جدا على تهيئه مناخ، ان احنا بنخلص مسابقاتنا المزنوقه جدا والمتعثره جدا بسبب في موسم خاص جدا، في ان الدنيا تمشي هادئه ورصينه والجو يبقى طبيعي جدا. لكن العكس هو الذي يحدث،
مشحنات، انا اسف اقول كدنسة اذا جاز هذا التعبير، ردح احيانا، اصدار قرارات او اتخاذ قرارات مستفزة، مش لازم حتى للأهلي، حتى الأندية أخرى بغض النظر، يعني مش دي القضية. وبالتالي أنت عمال تولع في الجو لدرجة أنك خليت يعني جماهير الكرة المصرية على شبكات التواصل الاجتماعي في حالة حرب أهلية ومن غير سبب، وبالتالي أنت بتسيء أو بتفسد مناخ البطولة اللي أنت بتجهز له ومشترك فيه. زي ما يكون ما فيش وعي وما فيش إدراك أن مصر هي كمان تقود الاتحاد الإفريقي الآن وبتنظم بطولة أفريقيا، وبالتالي إحنا محتاجين نجاح تلو نجاح. بنرجع لأفريقيا وبنرجع لها بشكل كويس، إحنا أبطال أفريقيا أو رقم واحد في أفريقيا في هذه البطولة، فما ينفعش يعمل ده. اللي يغيظ في كل ده بقى غير التعمد، الإهمال في مواجهة ده، يعني أن تترك الساحة أن يرعى فيها السرطان بهذه الكيفية، الناس بتتفرج وتبدو كما لو بتحمي هذا السرطان، دي مسألة شديدة الخطورة جدا، وده مش مفهوم. مصر دولة كبيرة، ما ينفعش نترك الإهمال، وإحنا عندنا أصلا في الخمس أو الست سنوات اللي فاتت عندنا مأساتين، مأساة مات فيها 74 ضحية، ومأساة أخرى مات فيها أكثر من 20 ضحية. كارثة من أكبر كوارث من كوارث الكرة في العالم كله، في العالم كله. وكارثة أخرى مات فيها، وكارثتين في رأيي أنا بلا سبب غير الإهمال وترك المسائل سايبة. فالناس تصل ما تترك المسائل سايبة نصل إلى هذا المستوى. فالواحد بيسأل، هل أنتم تريدون أن نعيد أو تتكرر هذه الكوارث مرة أخرى؟ يعني هل ده المطلوب؟ وخاصة إن الشحن الزائد، جماهير الدرجة الثالثة أو جمهور الكرة جزء منه جمهور درجة الثالثة، جمهور مشاعره بتسبق أي أحكام تانية، لا يفكر بعقله طول الوقت، يفكر بمحبته ومشاعره، سواء كان أهلاوي أو زملكاوي أو إسماعيلاوي أو مصراوي أو اتحاداوي، الفرق اللي هي ليها شعبية ولها جماهير، جماهيرها مشاعرها بتسبق تفكيرها العقلاني أو الحسابات. وبالتالي أنت ما تغذي هذه، تخاطب هذه المشاعر طول الوقت وبعدين تأججها وتحول المشاعر إلى مشاعر سلبية تجاه الآخرين، وبعدين تغذيها بتعصب وتغذيها بحنق، إنك زي ما تكون بتعمل قنابل من المشاعر، تبقى بتدفع الكل اتجاه بلد هتنفجر فين وازاي وامتى وحاجات زي كده. وبالتالي وسايبين ده وسايبينه يتم زي ما يكون حاجه لا تحدث في بلد اخرى. طيب خليني احاول اصل مع حضرتك او نبدا نحلل الازمه من بدايتها. بعض الناس، وحضرتك رصدت ده في مقالك الرائع في على صفحات المصري اليوم، أشارت إلى أن الأزمة أو بتحاول تصور الأزمة على أن الأهلي بيحاول يضع نفسه في مكانة أو في نوع من عدم التوازن مع باقي الأندية، ويحاول أن يميز نفسه عن باقي الأندية وألا يحترم اللوائح والقوانين حسب وصف البعض. حضرتك هنا قلت في هذا المقال نصا: قطعا الأهلي ليس على رأسه ريشة ولا يجوز أن نسمح له بذلك، والأهم أنه لم يطالب أبدا بتلك الريشة التي يتصور البعض وجودها لأسباب خاصة بقدرته على الرؤية والفهم. ماذا تقصد بهذه العبارة؟ أقصد أن الأهلي مش على رأسه ريشة، ومش واجب أن نسمح له، سواء كنا بنشجع أهلوية أو حتى من الأندية الأخرى، أن شيء طبيعي نحن نطاق الأهلوية عموما بشكل عام، المساواة والعدل، لأن تكافؤ الفرص هو اللي بيبين قيمة الأشياء التي قيمة أي فريق أو قيمة أي منافسة إلى آخره. وفي النهاية بس أنا عايز أقول حاجة لكل الناس بقى، كل جماهير الكرة، في النهاية كرة من المطاط منفوخة هواء وشيلها بيجري وراها، بنجيب جون او بنفرح، المفروض نستمتع ونستمتع ونخلص. نحن لسنا في حاله حرب، اللي هياخد الدوري انا اسف يعني اللي هياخد الدوري مش هيخش الجنه، واللي مش هياخد الدوري مش هيخش النار، ده مبدئيا، ولا اللي خد الدوري بقى هو اعظم انسان في الكون، ولا اللي ما خدش الدوري بقى اسوأ واحد في الكره الارضيه. دي المنافسه ودي احنا منافسه وبنستمتع، ممكن نعاير بعض، نقعد على القهوه نتكلم مكالمات مع بعض، نهزر، وخصوصا ان مثلا في بيوت كتيره
تجمع بين اكبر ناديين في مصر. نفس العيلة نفس العيلة نفس العيلة في اهلاويه وفيها زملكاويه، فلا يجوز ان يتحول حتى العيلة يبقى فيها خصام ومشحنات وخناقات الى اخره. يعني عايز اقول ان ده مش مسموح ان احنا ندي حد على رشوش، لا اهلي ولا زمالك ولا اسماعيلي ولا مصر ولا يعني هنا حضرتك بتقول للناس ان لكن كمان انا عايز اقول ان الاهلي عمره في الحقيقه، يعني اللي يتابع كل ازمات الاهلي سواء مع اتحاد الكره تحديدا، الناس فاهمه يعني الاهلاويه طلعوا قالوا عباره انا ضدها، الاهلي يحكم، الاهلي لا يحكم ولا الزمالك يحكم ولا الناس محل احد يحكم، الذي يحكم الدوله المصريه بكل مؤسساتها فقط. الاهلي مشكله الاهلي مع كل الازمات اللي عملها، مش عايز اقول 100% في اغلبها كان على صواب وعلى حق، لانه يتمسك باللوائح والقوانين وهو يرفض الخروج على اللوائح والقوانين. دي ببساطه شديده جدا. انت احيانا بتتصور بانك انت بتنظم البطوله او انت صاحب التنظيم او انت المدير انك من حقك تكسر القواعد والقوانين في اللحظه التي تشاء. ده الكلام ده لو انت بندير دوري في مركز الشباب، والاهم انه لم يطالب ابدا بتلك الريشه التي يتصور البعض وجودها. حضرتك هنا بتقول في كلمات محدده جدا وواضحه ان النادي الاهلي عمره ما طلب انه يكون فوق اللوائح. ده انا كنت هقول ايه، واذا كان حد عنده دليل ان الاهلي طلب ريشه على راسه يقدمه، واحنا نحاسب الاهلي، احنا كجمهور الاهلي او جماهيريه نحاسب الاهلي اكتر من منافسين. حد يقول لنا ايه الريشه وطلبها ازاي الاهلي عبره، يعني مثلا حتى في المباريات الاخيره، حتى في الازمه الاخيره، اما نادي بيراميدز طلب تاجيل مباراته، الاهلي قال انا ما عنديش مانع، ما قالش طب ليه، رغم ان اتحاد الكوره وافق من قبل ما يرسل الاهلي يقول له رايك ايه. يعني ما ينفعش انا طرف انت مديني جدول انت ملتزم وانا ملتزم بيه، انا برتب نفسي بدنيا وفنيا على الجدول ده، الجدول اللي انت مديهولي، وخاصه ان ترتيب قوه المباريات مختلف. العبء التدريبي اللي قبل فريق الزمالك غير العبء التدريبي اللي انا هتحمله قبل مباراه الداخليه، ده عبء وده عبء مختلف خالص، التخطيط التكتيكي مختلف خالص. وبالتالي انا برتب، انا كمدرب ومدرب احمال الى اخره وفرقه، بدرب ازاي، بتدرج بدنيا ازاي، اوصل للماتش ده هبقى عندي كام بدنيا، هبقى هلعب ازاي، طب انا قبل كده ممكن اجرب حاجه عشان اجربها في العب بيها في الماتش ده ولا لا، برتب ده. فانت جيت فرقه حاسه بالظلم، من حقها على فكره، انا اي فريق من حقها ان يحس بالظلم ويطلب تعديل او رفع هذا الظلم. وحضرتك بتقول النادي الاهلي كان سباق بقبول هذا المطلب مبدئيا لانه مطلب منطقي من وجهه نظر كل من الاطراف، يقول ان انا اتظلمت وان ما فيش تكافؤ فرص، حقه تماما، ولا احد يستطيع ان يناقش في هذه المساله. وكل اللي مطلوبه ما هو يطلب ان اتحاد الكره يبلغ الطرف الاخر يقول له بيراميدز طالب لانه ظروفه كذا كذا كذا، واحنا بنشوف ان احنا عايزين ناجل المباراه، يتم ترتيب الامر مع طرفين البتاع. فالاهلي رغم انه لم يسال وافق، ولكن فبيراميدز زودت الطلب. طب لو من فضلكم بقى، احنا مش عايزين نلعب دوري، عايزين نلعب ماتش الكاس. لا، بيراميدز بقى مش هي اللي بتنظم بطوله الدوري المسابقه، هو فقط يقول انا مش طلبي ان انا العب المباراه دي، مش عايز تكافؤ فرص في ترتيب المباريات، تفرض على الاهلي اي مطلب اخر، لان الاهلي مش من حقه ايضا ان يفرض عليك اي مطلب هو كمان. فكيف لك ان تسمح لنفسك ان تطلب؟ هو من حقه طبعا يطلب، لكن مش من حق منظم ان يوافق على طلبه. طب لا مؤاخذه، يعني ليه انا كطرف تاني اقبل ده ليه؟ ايه تفسير حضرتك لماذا لم يقم اتحاد الكره في هذه الازمه او في هذا الوقت بمراجعه الامر مع الطرفين او جلسه مشتركه مع ممثل للطرفين ليجد ما يناسب كافه الاطراف الخاصه بهذا اللقاء بالترتيب مع المسؤولين؟ هو يبدو ان في حاجه غلط، في حاجه غلط في اتحاد الكره، وانا رايي ان الخطا ده بدا لما كنا بنلعب بثلاثه اجانب، واما الاسيوط يتحول لبيراميدز بدنا نسمح باللعبه باربع اجانب.
وانا رايي ان كانت معموله من اجل الاستثمار الاجنبي اكتر من اي حاجه ثانيه. فكره لان التوسع في الاجانب يعني انا كنت شايف ان ثلاثه كويسين. خلي بال حضرتك الفرقه بتتكون من 11 لعيب، ثلاثه في الملعب، ثلاثه اجانب، معناه ان 30% من اللي بيلعبوا في الملعب مش مصريين، لاعبين مش مصريين اجانب. وانا بعاني، انا دلوقتي بعاني من عدم وجود راس حرب، وعندي مشكله في الباك ليفت على مستوى مصر كلها. يعني احسن باكات ليفت في الدوري المصري، الدوري المصري اجانب. احسن روس حربه في الدوري المصري اجانب. طب احنا انا بقى واجب نستلفهم عشان نلعب بيهم بطوله افريقيا. يعني عايز، فانا حضرتك بتقول ده مش في صالح المنتخب، مش في صالح زياده المنتخب. عدد الاجانب انا كنت شايف ان ثلاث لعيبه فقط كويس قوي. طب وحضرتك ترد ازاي على اللي ممكن يختلف مع حضرتك دلوقتي يقول طب الدوريات الاقوى والاشهر في العالم عدد الاجانب فيها اكبر؟ اوروبا، انا هقول لك حاجه طريفه جدا. انجلترا من الدوريات الكبرى اللي فيها اكبر عدد من اللعيبه الاجانب. طب حد يقول لي رؤى انجلترا ايه البطولات العالميه اللي خدتها؟ اخر بطوله 66. طب بالمناسبه ايام ما كانش بيلعب فيها اجانب، يعني 1966 ما كانش فيها اجانب. طيب اوروبا فيها اكبر لعيبه اجانب. طب خدت بطوله اوروبا امتى؟ انعكاس ده بالسلب على منتخب انجلترا. يعني ده على سبيل المثال، ده اقوى دوري، وفعلا هو اجمل. هو الفكره، الميزه بقى في انجلترا ايه بقى؟ هذه الاموال الضخمه جدا اللي بتدرها كره القدم الانجليزيه، سواء على الانديه او على اللاعبين. اغلى لعيبه في العالم بيلعبوا في اوروبا. سيبك من حكايه نيمار، لان حاله استثنائيه، لكن حجم الموارد اللي بيعملها الدوري الانجليزي هي الاعلى، الانجح ماليا في العالم. الانجح ماليا في العالم. وانا رايي ان الاتحاد الانجليزي مبسوط بالنجاح ده، طبعا بالنجاح ده، لانه لكن من حيث كره القدم الانجليزيه لا، انا عندي مشكله. انجلترا عندها، يعني عندها مشكله. حضرتك بتقول ان اي تميز مرتقب للكره الانجليزيه هيبقى على مستوى مشاركات الانديه الانجليزيه اوروبيا وليس المنتخب الانجليزي. لان المنتخب، يعني انا الفرق الاوروبيه كده، يعني اليوفي او بايرن ميونخ او البارسا او ريال مدريد، او الخمسه الكبار بتوع انجلترا دي منتخبات. انت بتتكلم عن المنتخبات، يعني فانت عندك ست او سبع او ثمان منتخبات، يعني في دور الثمانيه في اوروبا دول ثمان منتخبات. ما حدش يقول لي دول ثمان انديه. اكيد طبعا. دي ثمان، يعني دول احسن لعيبه في بلادها، لكن مش انديه. انا مش ضد ان الاجانب يلعبوا، لكن انا حتى لو عملت ده اعمله يعني بالتدريب، يبقى عندي هذا الكم من المواهب. ورغم ذلك انجلترا فيها كم من المواهب كويسه جدا. يعني اما يبقى عندي هذا التطور، اما اصل انت عارف زي فكره ايه؟ انت عايز تقفز من الالف الى الياء وان شوت، ما تمرش بالتطور الطبيعي اللي مرت بيه الكره الاوروبيه. لا، طب انا همشي التطور الطبيعي اللي مرت بيه الكره الاوروبيه. طب انا هقول لك حاجه طريفه جدا. المملكه السعوديه كانت بتاخد بطوله اسيا وما كانش فيها لاعبين اجانب. طب كتير في الدوري السعودي. في الدوري السعودي دلوقتي فيها لعيبه اجانب كتير. لا كانت جيده في كاس العالم ولا بتاخد ولا خدت. حضرتك تقصد انه على مستوى اي دوري في ولا العالم ولا خدت بطوله اسيا. يعني عايز اقول ان الدلائل موجوده، مش مع اكتر من منتخب. انت عايز تقوي الدوري بتاعك عشان تسوقه عالميا ويبقى له ثمن تسويق اعلى، على عيني ولا راسي. لكن انا كمان انا اقدر اعمل ده لو انا اهتميت بقطاع الناشئين. وانا حتى احب اقول للاهلي بقى، اقول له حاجه مهمه جدا. بوجود استثمار اجنبي في رايي انا بينفق بلا حساب، وخاصه ان نظم في مصر لا تحاسب ولا حكايه قواعد اللعب النظيف. يعني انا اشتري لعيب ب 10 مليون بخساره، ما حدش هيقول لك انت بتجيب فلوسك منين او ميزانيتك فين او ازاي بتعمل او ايرادك، هل مصروفاتك زي ايرادك ولا انت بتصرف من غير ايراد؟ لان مصر في اوروبا ما ينفعش نادي بيصرف اكتر من ايراداته الى الابد، ويلاقي خسران ده اوتوماتيك بيقولوا له من اين لك هذا. طب هم ليه في اوروبا بيعملوا كده؟ لان ممكن الانديه الاوروبيه تتحول الى انديه لغسيل اموال. صحيح، لجرائم ماليه. لجرائم ماليه منظمه. يبقى النادي موجود
وعن طريقه وجهه لنشاط غير شرعي لنشاط مشبوه وبغسل عن طريقه المال. لا يا حبيبي، انت كل جنيه بيخش لك ازاي من كرة القدم، من النشاط اللي انت بتمارسه بتصرفه ازاي. اما تصرف اكتر من الايراد اللي جاي لك من النشاط اللي بتمارسه اقدر احاسبك. في مصر مفيش ده، وبالتالي اسعار اللعيبه هتضرب اكتر من كده. انا بقول ان احنا جزء كبير جدا من لعيبتنا مش هيقدر يخش في هذه المنافسه، لان هنا في خلل هيتم. اللي حضرتك بتقوله ده عندنا مثال صارخ له دلوقتي، عمليه المساءلات والمراجعه لصفقات وحجم الانفاق في صفقات باريس سان جيرمان. لما الاتحاد الدولي قال له ازاي بتصرف الصفقات بالحجم ده وانت ارباحك اقل من كده، اقل يعني لازم هو سؤال. طبعا هو طبعا في مغالاه، طبعا السماسرة عقر. انا ما هبيع لك لعيب ثمنه 50 مليون يورو او 50 مليون جنيه استرليني، بقول لك ب 100 مليون انا اللي كسبان ليه؟ عمولتي هتتضاعف. فالسماسرة طول الوقت انا رايي انه بيرفعوا قيمه اللعيبه اللاعبين اكبر من القيمه الفعليه. لكن في لعيبه ليها اسماء اسمها يضر على ناديها ما يعادل هذه القيمه. يعني الفانيلا بتاع محمد صلاح او الفانيلا بتاعت رونالدو او الفانيلا بتاع ميسي او كل ما يتعلق بيه او الحاجات اللي بتجيله بتغطي جزء. يعني انا فاكر لما رونالدو راح ريال مدريد في اول اما دفعوا فيه حاجه و90 مليون يورو وقتها، وكان مبلغ ضخم جدا، ريال مدريد باعت تيشرتات وحاجات باسم رونالدو في اول شهر او شهرين تجاوزت 34 مليون يورو. فانا عندي اسم لاعب يشيل. لكن انا رايي ان باريس سان جيرمان عمره ما هيبيع ب 222 مليون يورو حاجات لرونالدو. وحجم صفقه تسويق المنتجات اللي حملت اسم ديفيد بيكام او ديفيد بيكام لما انتقل لريال مدريد. انا ما عنديش ده كمان هنا بالطريقه دي، ما عنديش ده في مصر. وبالتالي انا بقول الانديه المصريه عليها ان تهتم بالناشئين. مصر مليئه بالمواهب جدا جدا جدا، لكن اكتشافها وتأهيلها في مشكلة. احنا في مصر بنخلي الناشئين بتوعنا بيدربهم لاعبين يعني خلص. طب حضرتك من شوية قلت انا عايز اوجه رسالة للنادي الاهلي، عايز اقوله اهتم بناشئيك. انت يعني في ماتش الاخير وانت بتلاعب الجونة المباراة الفوز، مين اللي جايب لك الجونين؟ لاعبين صاعدين من الاهلي، كريم نادرد وناصر ماهر. طيب انت موجود. طب مين اللي كسب الجونه بيراميدز؟ احمد ياسر ريان ومجموعه الوجوه الجديده اللي صعدها، ومنها اللاعبين المنتقلين ولا مؤاخذه بيراميدز دول ثمانهم يعني. ثمانهم قد لعيبه الجونه. ما اجي اقيس مفيش وجه مقارنه، مفيش وجه مقارنه عشان اقيس اصلا. فعايز اقول انك تقدر تصنع، بس هو تصنع ازاي؟ يعني مثلا انا زعلت من الاهلي لما منع احمد حمدي بانه يروح سنه فري اني العب في البرتغال. طب ما بعته سنه فري، انا هلاقي حد يدرب لي لاعب ويجهزه لي بافضل شكل بالمستوى ده بالمستوى ده عشان هاخد نص مليون. انا عايز نص مليون يورو. ده انا زي ما اكون واحد بقول له روح بدخله جامعه في اوروبا ببلاش وبيجي. خطط تدريب مختلفه. طيب انا محتاج ايه؟ محتاج الاهلي يبقى عنده اكاديميه للتدريب زي اكاديميه المغرب. عندي 6 7 10 لعيبه من الاهلي معتزلين او مدربين سنويا، 2 في برشلونه، 1 في بايرن ميونخ، 1 في دورتموند، 1 في ليل في فرنسا، فرقه ليل وده فرقه عاديه. يعني عايز اقول اعداد كوادر تدريبيه على وده تنقل خبرات عالمية لأولاد وده استثمار قد يبدو ضائع. بالعكس انت بتصنع كوادر اما يرجعوا لك. ليه؟ كرة القدم بتتطور بشكل لا حضرتك لم تتخيله. يعني لما تيجي تتفرج على التيكي تاكا اما بدأت جوارديولا مع البارسا وهو بيلعبها الآن مع مانشستر سيتي مختلفة. شوفها مختلفة تماما، لان امكانيات لعيبه البارسا في الجيل اللي كان معاه مختلف عن الجيل اللي موجود مع مانشستر سيتي الان. اما تيجي تتفرج على طرق الدفاع، ان انا بدافع باحزمه خطوط او بدافع بدوائر متقاطعه،
في طرق جديدة، كرة جديدة. أما تيجي تتفرج بمختلف هذه أفكار جديدة وحديثة. أنت أما تيجي تتفرج على هنا بيبان بقى إحنا ليه متخ... أما بشوف الاستديوهات الكرة وما بيحلل المباريات، هو بيحلل تبقى للنتيجة. يعني أنا ممكن أبقى راكب الماتش وعندي سوء بخت، حطيت خمس كور في العارضة، جون الحارس اللي قدامي متألق في أحسن لأسباب لأسباب خاصة بيه هو في اليوم ده، شال عشر كور في الآخر من كرة وحيدة مرتدة جه جون، فيبقى الفريق اللي كسب 1-0 بهجمة وحيدة وطول التسعين دقيقة عمال يعيط، فريق عظيم ومنظم والتكتيك إيه واللعيبة عندهم إرادة وبسمع كلام ما أنزل الله به من سلطان لا علاقة له بالماتش، له علاقة بنتيجة المباراة. وده طبعا يدل ان هم ناس مش شايفة كويس. يعني الكرة التكتيك كله قايم على حاجتين، اللي هو سيستم اوف بلاينج ديسيبلين اوف بلايرز، دول القاعدتين الاساسيتين اللي بتتم عليهم كل تكنيك كرة القدم. الثانية ديسيبلين اوف بلايرز، التزام اللاعبين، اللي هو ازاي اللعيبة. والقاعدة الأولى سيستم اوف بلاي، سيستم اوف بلاي ازاي نظام اللعب، ازاي نظام اللعب بيتم. كل الخناقه دي ايه؟ ان انا ازاي بصنع مساحه وازاي بقفل المساحه. يعني انا كل الجيم كله هو غلق مساحات وقفل مساحات ببساطه، خطه اللعب والالتزام الخططي عند اللاعبين. هنا الحركه ازاي بتحرك بدون كره، ازاي بتحرك مش عارف ايه. طيب انا عايز لعيبه المدربين الاهلي يخرجوا يروحوا يعيشوا ويتفرجوا ومش اسبوعين، لا ده انا دي بعملها سنويا، وبعدين انا اشوف مين بيطور اداء، مين بيطور تكتيك. لان انت اللعيب، انت بتدرب حتى اللعيبه، انت عندك سكتين، بتدرب اللعيبه على المستوى التكتيكي ازاي بيتحركوا جماعه في الملعب، وازاي بترفع هو اداؤه الفردي. يعني انت بتعمل حاجتين، رفع الاداء الفردي للاعب انك بتستكمل مهاراته، ازاي يشوط برجليه شمال يمين، ازاي يلعب براسه، ازاي. اهم حاجه في لعب الكره انت عارف حضرتك ايه؟ قرار القرار. يعني انت عندك معاك الكوره او بدون كوره، تتحرك هنا ولا هنا، تبصها هنا ولا هنا، لذا بتشوف احيانا حاجات تقول لك المكان ده شمال او يمين. فالقرار انت ممكن تبقى تلعبها صح لكن القرار غلط، مش ده الصح، مش دي القرار الصحيح اللي وصلك للجول. الرؤيه للملعب والتفكير، هو شايف الملعب ايه طول. فانا دلوقتي ازاي كمان اعلم لعيبتي ياخدوا ده، اسف مش هقول لك ده مش هيجي الا يعني هنا حضرتك إلا لو خدنا ده عنوان على الشاشه بتصريحات باسم الاستاذ نبيل عمر، بتقول اطالب، حضرتك صحح لي لو ما كانش التصريح ده اللي تقصده، اطالب النادي الاهلي او اطالب المسؤولين في النادي الاهلي بنقل كل خبره عالميه ممكنه في التدريب وفي اللعب على مستوى اللاعبين والمدربين لابناء الاهلي. بالظبط، كل الخبرات العالمية. ببعت ابناء الاهلي لانديه خارج مصر، واستقدم خبراء عالميين كبار، اسماء كبيره تيجي تقعد في اكاديميه الاهلي تعلم المدربين بس لمده 3 أسابيع او اسبوعين، هذا ايا كانت التكلفه، ينقل له خبرات وتكتيكات جديده في كره القدم والتفكير الجديد في كره القدم. وهنا حصنع كوادر تدريبيه هائله جدا في التدريب. دول بقى اللي جهز بيهم الاجيال اللي طالعه. حضرتك شايف الاستثمار في الاجيال دي فنيا وماليا اهم يسير، يعني على التوازي او ربما يفوق في اهميته الاستثمار في الصفقات في اللاعب الجاهز. يا فندم انا كان عندي ازمه اجبرتني ان اصرف 220 مليون جنيه في الانتقالات الميركاتو الشتوي. ال 220 مليون جنيه دول اما اصرفهم على صناعه كوادر ولاعبين هيوفروا لي على مدى 5-6-7-8 سنين مليار جنيه. هيوفروا لي مليار جنيه غير كده. انا في الثلاث اربع سنين اللي فاتوا دول انا شوف استثماراتي. انا عندي رمضان صبحي وعندي تريزيجيه وعندي اكتر من لاعب اوريدي انا بعته خارج مصر وخدت فيه فلوس كويسه قوي. بالتالي انا في النهايه عندي قائمه 30 لاعب. الاكاديميه دي ممكن توصل لي
50 و60 و40 لاعب، في 10 لعيبه ممكن اقدر ابيعهم كل سنه. طيب واللي هيختلف مع حضرتك تقول له ايه لو قال دلوقتي يا استاذ نبيل واحد من المشاهدين؟ انا مش ان البطوله، انا هلعب على البطوله كل وقت. عفوا مش قصدي، قصدي في رؤيه تانية بتقول ان النادي الاهلي وجماهيره والاعلام الرياضي وكل المحبين لهذا الكيان الكبير كانوا لا يتحملوا الاستمرار على الاوضاع الفنيه اللي كانت مترديه في فتره، فده كان يستوجب تحرك سريع من مجلس الاداره وتلبيه الاحتياجات الفنيه للفريق بصفقات سريعه او اللاعب الجاهز والعناصر المتميزه وهو ما تم في انتقالات الشتويه. انا مش ضد. ايه راي حضرتك؟ لا طبعا ده راي الاهلي. الاهلي فريق بطوله سواء عنده حسابات البطوله، عنده حسابات البطوله طول الوقت. المشكله كمان ان لا جماهيره لا تقبل الا اللعب على البطوله على اللقب الا على اللقب طول الوقت. لكن احيانا ضغط الجماهير يخليني ابقى رش في اتخاذ القرار، ليه؟ لان انا وانا بنافس على البطوله لازم ابقى واعي ومدرك هل انا ممكن اخد البطوله الى كل السنوات والى الابد. انا كل فتره بلتقط انفاسي لان حتى بشحذ همم وازاي عندي بجدد الاجل واجدد. انت عارف ده اللي بيعمل ايه؟ عمليه نقاوه الدم. انا هعمل عمليه نقاوه الدم ويبقاش جزء من قراراتي هي رد فعل لحد تاني بيتصرف. لا انا هقعد لك في الدوره، هسيبك سنه وهقعد لك في الدوره وان كنت جدع عدي مني بعد كده هرجع اقوى منك بكتير. عايز اقول ان 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 الكوره فيها افكار كتيره. يعني مثلا لما تيجي انا معجب مثلا بمانشستر سيتي اما جم جابوا جوارديولا راس ريح. يعني هم جابوه بلجريني كان لسه موجود ودي حاجه مش حلوه، خلت بلجريني حتى ما كملش الموسم بشكل كويس لكن تحملوه اول سنه. لكن شوف ايه اللي حصل بعد كده. هو دلوقتي عنده احسن فريق في اوروبا. صحيح انا بتمنى من كل قلبي ليفربول، وعايز اقول ان ليفربول بقى اكبر فريق بيشجع في مصر دلوقتي. ده بيشجع اكتر من الزمالك لانه في محمد صلاح في الاهلاويه والزملكاويه والاسماعيليه والمصرويه والاتحادويه. مصر كلها بتشجع ليفربول عشان محمد صلاح، لكن مصر كلها ما بتشجعش نادي واحد في مصر يعني. وبالتالي احنا طبعا انا عايز ليفربول اللي يكسب، عايزه النهارده محمد صلاح يجيب جونين على الاقل. لكن من ناحيه الاداء الاداء الفني فردي وجماعي مانشستر سيتي هو الاعلى. ما احنا كمان ما نقدرش نظلم باقي الفرق. هقول لحضرتك اللي بيقال عن مانشستر سيتي انه اكتر فريق متوفر مع الاقرار بان جوارديولا بالحسابات الفنيه مدير فني عبقري، كل مجتمع على ده واللي مختلف في الراي ده قال لي عنده اعلى عدد من اللاعبين المتميزين في فريق واحد في الدوري الانجليزي. بس هو عملهم ازاي؟ عنده ترسانه لعيبه، اختيارات النادي واختياراته. طب هو قصدك كونهم على سنتين ولا سنه واحده؟ لا طبعا على فتره طويله. كونهم على سنتين. يعني كونهم على سنتين. وده اللي فشل فيه مورينيو وهو بيشتغل مع مان يونايتد. لان مورينيو ثقته في نفسه، يعني ازمه مورينيو الحقيقيه ثقته في نفسه اكثر مما يجب. يعني واجب لو تواضع مورينيو قليلا، لانه انا عندي مورينيو فشل دلوقتي 3 مرات ورا بعض فمحطوط في خانه اليك كمدير فني. في علاقته في التعامل مع اللاعبين او تركيب هو عاوز يبقى النجم. يعني في مشكله. شفت حضرتك بعد رحيله او انهاء خدماته تاني يوم اول مباراه واول ظهور لنفس مجموعه اللعيبه مع سولشاير كانه فريق تاني. طبعا حتى الروح في الملعب بصرف النظر عن النتائج والنتائج. هو ضاغط عليهم بصفته نجم. هو وانا مورينيو رغم ان جوارديولا، انا رايي ان جوارديولا هو احسن مدرب في العالم. جوارديولا لا يقول انا جوارديولا، لكن مورينيو طول الوقت يقول انا مورينيو طول الوقت ماشي معلق يافطه على كتفه وعلى ظهره وعلى ايديه وعلى دراعه وعلى عربيته وعلى باب شقته وعلى فيلته. انا مورينيو انا مورينيو او انا ايم سبيشال وان ايم سبيشال وان. وبالتالي ده بيخلي تفكيرك عنده الايجو عالي اكتر. الايجو عالي يخلي انت عارف ده بيحصل ايه؟ بيخليك لا تفكر. احنا مش قلنا قرار اللاعب في الملعب هو اهم حاجه في الملعب؟ قرار المدرب. المدرب مجموعه قرارات. جوارديولا يقال ان مشكلته دايما ابدا مع اللاعبين الافارقه، مش مقتنع بقدراتهم. اول ما راح حط على قائمه الانتقالات او اعرب لاداره النادي انه مش محتاج يايا توري رغم انه كان واحد من الاعمده الاساسيه للفريق. تجربته سابقا في برشلونه مع سامويتو كنت لسه كنت عامل مع سامويتو يعني اسوأ ممر دي في حياته. بيقول علاقته بجوارديولا اول حاجه يعني هو سامويتو هو اللي جايب له البطوله.
هو اللي جاب الجون الاولاني في بطوله اوروبا في اللي هو خدها ما كان موجود معاها في السنه اللي خد فيها 6 بطولات. السنه الجايه ما كانش موجود. لا وطلع في انترفيوهات حكى مأساة عن علاقته وحواراته خلال تولي جوارديولا مهم تدريبه في برشلونه. هو الفكره في هو شايف هو المساله هو جوارديولا لاعب يعشق اللاعب صاحب القرار السليم. يعشق اللاعب صاحب القرار السليم. مش مهم المهارات الفائقه لكن على فكره في لعيبه مهاراتها الفرديه مش رائعه مش عظيمه جدا هي جيده طبعا المهارات الاساسيه يمتلكها 100%. احنا بنتكلم على المهارات بقى الخاصه سبيشال تكنيك مش الكواليتي اللي هي زي ميسي ورونالدو انا بتكلم على لكن قراراته في الملعب يعني مثلا شحته الاسكندراني الناس مش طبعا مش بس عايز حتى رفعت الفناجيلي انا بس عايز افتكر ناس لا تتمتع بالمهاره يعني ما يقدرش يلعب 20 يرقص 20 لاعب لكن جميع قراراته في الملعب صحيح الكره دي تروح للاعب ده في الحته دي فانتاجه مؤثر جدا فالقرارات لاعب صاحب القرارات السليمه او الصحيحه هو اللاعب الاعلى انتاجا في الملعب لان انت ممكن تبذل جهد هائل في الملعب تموت نفسك في الملعب لكن حجم انتاجك الحقيقي اللي هو العائد انت عارف زي تشتغل وتاخد 10 جنيه واحد يشتغل نص شغلك ويجيب 1000 جنيه هي لعيبه برضو كده في الملعب انك تبذل جهد بدني فائق جدا يبقى العائد من هذا العمل ضئيل في لعيبه يعني انا عاود لحضرتك حاجه اتفرج على ميسي الان ميسي طبعا عدى 30 شوفوا بيجري ازاي في الملعب بيجري بحساب ولا يبذل جهد لا شوف من فضلكم اتفرجوا حتى بقول للجمهور كله اتفرجوا عليه لا يبذل جهد بيوزع بدني قدراته البدنيه لو في كوره في كوره هو عارف انه مش هيحصلها ما يجريش وراها لكن يبذل كل جهده عشان يثمر يجيب النتيجه على وانا رايي دلوقتي الان اقل اللاعبين بذلا جهد في البارسا واعلى اللاعبين انتاج فنيا دي مهارات ثانيه غير مهارات كريستيانو غير المهارات الفرديه جدا يعني لا اصل هنا بقى التدريب يا فندم احنا مش بنقول احنا بنرفع الكفاءه الفرديه للاعب من ضمن الحاجات المهمه جدا في تدريب اللعيبه انك بتتدرب على اللعبه حتى تعود المهاره الفرديه تتحول الى عاده يعني انت بتشوط وانت بتجري تبقى عاده تشوط الكره تحت رجليك تتحول لعاده ده بالتدريب يعني دي مش من المهارات اللي بتنزل عليك من السماء في حاجات بالتدريب ترفع مستواك فيها الجامبنج بالتدريب تقدر تعمل جامبنج عالي جدا التوجيه بالرأس بالتدريب انا افتكر حوار دار مع نجمنا الكبير وائل جمعه وهو متألق وسنه يعني 34 او 35 مع الاهلي والمنتخب وقابلته مره ولقيت وزنه نازل جدا عن الشكل البدني القوي لوائل جمعه فقلت له ايه الحكايه انت خاسس قوي قال لي انا بكبر في السن فكلاعب محترف لازم انزل في الوزن ولو بنسبه قليله كل سنه عشان يبقى سرعته ما تقلش عشان اقدر اتعامل عشان سرعته ما تقلش لان وزنك اما هيبقى اقل هيبقى قدرتك على الجري اعلى هيعوض لك السن هيعوض لك السن هتبقى بنفس الفكر السن طيب. كبير خلينا انا عايز ارجع مع حضرتك طبعا كلام الحوار شيق جدا وهنرجع لمحترفين او للكره الاوروبيه والمنتخب بس عايزين نكمل الموضوع ده بس على ذكر جوارديولا انه اللي كان مشي كمان من برشلونه وكان قال للصحف انه جوارديولا يظن انه المدير الفني الوحيد في العالم الذي يفقه في كره القدم او يفهم كره القدم بيقول الوحيد اللي فاكر انه يعرف في الكوره كان ابراهيموفيتش برضه علاقته بيه كان ماشي ما يكون عنده مشاكل بس هو كمان ابراهيموفيتش ما كانش قابل ان يبقى السوبر ستار الوحيد اللي موجود في الفرقه هو ميسي لان برضه احساس وانا لانه من اللاعبين اللي الايجو عندهم عالي عنده عالي وانا لان ابراهيموفيتش حياته اسلوب تاريخ حياته من هو شاب صغير مضطهد في بلده او في قريته او في الحي اللي ساكن فيه والطريقه المعامله بيها لحد ما بقى نجم كبير كانت مأثره فيه فده خلى عنده هذا الاحساس بالنفس الاحساس بذاته عالي جدا فما كانش مستحيل يقبل كان في خلاف فني وده اللي حصل اصلا حتى لما راح بعد كده في كل هنرجع للكلام ده في حديث حضرتك الشيق والجميل خلينا نكمل كلامنا عن المقال ونرجع تاني للحديث عن النادي الاهلي اذا طالما ان النادي الاهلي بشهاده حضرتك في اكثر من مقطع في هذا المقال ومنهم على سبيل المثال ليس معنى أن فرانس فوتبول وضعت الأهلي ضمن أفضل أندية العالم بل وهو دائما على رأس جميع الإحصاءات والأرقام إلا أنه لا يجب أن نميز الأهلي بأي طريقة عن أي نادي مصري آخر حتى لو كان مركز شباب في الخضوع للقوانين واللوائح لأن أي تمييز في القانون هو إهدار لقيم العدالة والمساواة
ايضا ماذا قصدت، او طالما الاهلي بهذه الدرجه من الالتزام وهو الرائد في الالتزام باللوائح والقوانين على المستوى المصري والعربي والافريقي، من اين اتت هذه الحاله، حاله الاحتقان دي كلها والتصعيد والازمه المفتعله اللي شفناها؟ هو في مشكله قديمه قوي، في مشكله قديمه ومشكله حديثه. مشكله قديمه، الاهلي في تاريخه كله عنده لعيبه جيدين ولعيبه كويسين جدا، لكن لا هو لا يحتكر، لا يحتكر افضل اللاعبين في مصر، لكن يحتكر افضل النظم اداره اللاعبين في مصر، وده فرق كبير جدا. يعني مش عايز اقول لك، اما نيجي نرجع مثلا الزمالك طول عمره فريق كبير وعنده لعبه عظيمه جدا، اما نيجي نرجع لماتش 4-3 نهائي كاس مصر اللي الاهلي كسبه، وكان الزمالك طول الوقت متقدم لحد اخر دقيقتين الاهلي كسب كاس مصر، ونشوف من كان يلعب في الزمالك مقابل الاهلي. بتتكلم عن جمال حمزه، عمرو الزكي، بتتكلم عن حازم امام. انا اقدر اعد لك 9 لعيبه في الزمالك اي منهم لا يقل، حدش فيهم يقل عن لعيب. ايه الفرق؟ ديسيبلين اوف بلايرز، التزام اللاعبين، التزام اللاعبين. الفرق بين لعيبه الاهلي واي لعيبه، اي لعيبه في اي حته ثانيه، الالتزام الصارم بما هو مطلوب منهم داخل الملعب. الالتزام الصارم ده هو اللي خلق روح الفانيلا الحمراء، لان فكره انك لازم تكسب، انت بتتدرب وانت ناشئك لازم تكسب، عشان تكسب عليك ان تلتزم، عشان تكسب عليك ان تلتزم. ما انت مش هتكسب بالسبهلله، مش هتكسب وانت لا تنفذ تعليمات، مش هتكسب وانت بتنفذ اللي في دماغك، او مش هتكسب بالموهبه بس، او مش هتكسب بالموهبه بس. الجهد والعرق والملعب هو الفيصل ايا كان مستواك. ال 90 دقيقه تحديدا هي التي تحدد نتيجه المباراه، لا اسمك اللي قبل كده ولا مهارتك اللي قبل كده ولا اي حاجه، اللي هتعمله في ال 90 دقيقه هو اللي هيحدد نتيجه المباراه. الاهلي اكثر لاعبين في مصر التزاما في ال 90 دقيقه داخل الملعب عبر تاريخهم كله. يعني في، يعني اما الزمالك كون حتى فريق الاحلام وكان مليان نجوم، كان ما فيش. انا اقدر اقول لك، انت لما تيجي تعد لعيبه الزمالك مدى التاريخ، انت قدام اساطير. يعني واحد زي حسن شحاته من احسن لعيبه فعلا، فاروق جعفر من احسن لعيبه في مصر، واقدر اقول لك زي مثلا وزي الاهلي الجيل اللي حضرتك اشرت اليه اللي اطلق عليه فريق الاحلام في الزمالك، كان احمد الكاس وقاسي سعيد ومصطفى نجم، مجموعه كبيره، لكن الاهلي تفوق لسبب. الاهلي طبعا كان عنده عناصر مميزه جدا طبعا، لكن عايز اقول لك حتى لو كان هفرض ان الاهلي فرديا اقل سن، لكن جماعيا يظل الاعلى. الاهلي جماعيا هو اعلى فريق في مصر جماعيا كتيم. اما تحط جهدي على جهدك على جهد، هنعمل رقم ضخم جدا، لكن كافراد ممكن ما نسوي، يعني الوحده ما مش هتيجي، مش هتجيب. الاهلي في حاجه كمان، الاهلي دائما عنده روح الفريق. يعني احنا بنقول الاهلي فوق الجميع، ناس كتيره فاهمه ان الاهلي فوق الجميع، فوق اي حد. لا، الاهلي، فرقه الاهلي، نادي الاهلي، جماعه الاهلي، الشعار ده خاص بجماعه الاهلي وليس بخاصه بالرياضه، بكل الانديه او بكل الرياضه، مش خاص. اي حد جوه الاهلي عليه ان يدرك هو داخل الاهلي ان الاهلي فوق اي فرد، الكيان فوق الفرد. الاهلي فوق اي فرد داخل الاهلي، فالاهلي فوق الجميع، يخص الاهلي ولا يخص مش قصدنا الاهلي فوق الانديه الثانيه ولا بيتعالى على حد. جزء من الاحتقان ان الناس تقعد تفسر، وخاصه لان في جزء في بعض الاعلاميين يعني عشاء فكره التسريب، عايزين يسربوا فيروس الفيروسات في انديه اخرى لداخل بنيه النادي الاهلي، حريصين على ادخال الفيروس ده، يبقى في دايما عنده مشاكل، يشتبك مع بعضه، يعمل خناقات، يبقى فيها كده. فهم يقعدوا يفسروا للناس فكره الاهلي فوق الجميع بمعنى ان الاهلي فوق كل الانديه، مش صحيح، والاهلي مش طالب ده ومش عاوز ده ومش محتاجه. الاهلي جوه الاسره الاهلاويه قيمه الاهلي تعلو على قيمه اي فرد داخل النادي الاهلي، من اول رئيس مجلس الاداره الاصغر عضو في النادي الاهلي. الاهلي فوق كل دول، ولوش علاقه باي حد بالكيانات التانية كلها لا نتحدث عنها هنا. دي حاجه. عشان كده الاهلي، جماهير الاهلي تشجع النادي الاهلي، ومن داخل النادي الاهلي تشجع لاعبي الاهلي، جماهير انديه اخرى تشجع لاعبين بعينها، و
وفي وتنحاز لجماهير وتهتف للاعبين الجماهير دي تهتف للاعبين ضد لاعبين اخرين. وحصلت في السبعينات وحصلت في الثمانينات واقدر اقول فيها بس انا بس دي ما تخصنيش بس عايز الاهلي هو السيد. نعم. بالنسبه لجماهيره. انا عندي لاعب كان معبود جماهير الاهلي من هو ناشئ وعيل صغير وعنده 14 سنه 13 سنه اسمه طاهر ابو زيد. كان سوبر ستار وهو عيل صغير وعنده 15 سنه بيلعب في 15 و18 والناس تروح وتتفرج وتهتف ليه. موهبه فريده من نوعها طبعا من كل المقاييس. في لحظه الاهلي قرر انه مش انه ان طاهر كفايه انت دورك خلص كده واحنا محتاجين ان احنا نجدد الفرقه. ده كان في كمان ضمن مجموعه هو الابرز فيها. هو الابرز فيها طبعا علاء ميوب لاعب من مجموعه كبيره كمان من النجوم في الوقت ده. ربيع ياسين من اجمل الناس اللي اتفرج عليهم كباك ليفت في مصر على في تاريخ مصر كله يعني. ومحمود صالح كان سيرد باك هاي يعني عايز اقول ان ده لكن انا بختار طاهر ليه؟ لانه كان المعشوق رقم واحد بالنسبه للمجموعه دي اللي القرار كان بشانها. ايه اللي حصل؟ مفيش نادي في مصر يقدر ياخد هذا القرار غير النادي الاهلي. ومفيش جمهور هيساند ادارته. صحيح بعض الجماهير زمزقت وقالت وعملت بعض بس ايه ميكرو نتوق صغير لكن يظل جمهور الاهلي الاكبر مع الكيان ادارته الكيان في انه كابتن طاهر انت من احسن نجومنا ومن احسن لعيبه في تاريخ مصر وانت مارادونا النيل وعلى وعينا بس احنا بنجدد فرقتنا دلوقتي ومحتاجين وجوه جديده. وزي ما حضرتك بتقول في ناس زعلت من القرار بس السواد الاعظم او النسبه الاكبر نسبه الغالبه من الجماهير كانت مع النادي رؤيه النادي رغم الناس كانت لعيب يعني شايفه اهميه النجوم. محدش يقدر يختلف عليه اي اداره لا انا اي اداره في اي نادي اخر تجرؤ انها تاخد قرار زي ده مش تاخد قرار تفكر فيه. خلينا نتوقف مع حضرتك ومع ده الاهلي هنا بقى عايز كنت عايز اقول حاجه بس اتفضل هنا الاهلي وبالتالي الاهلي بيعلي دايما قيمه الجماعه وقيمه البتاع. الانديه الاخرى عشان تفصل اسباب فشلها مش عايزه تقول ان الفشل في اداره المنظومه عايزه ترعب الفشل على عبء خارجي فكان فكره محاباه الاهلي والفوز بالحكام فكان دي الوسيله الوحيده اللي تبرر نفسها امام جماهيرها احنا بنعمل اللي علينا بس الاهلي ده الناس بتحبيه ومجاملات تحكيميه ومخالفات والاتحادات بتجامله الى اخر هذه الامور اللي هي مسببات غير فنيه للفوز. جت فكره طب خلينا نفند هذه الاقاويل ونراجعها بالارقام مع حضرتك وبالامثله ونربطها بالازمه الاخيره وكيف نتفادى تكرار حدوث هذه الازمه ولكن بعد ان نتوقف مع فاصل قصير. اهلا بحضراتكم مره ثانيه ما زلنا معكم من خلال الاهلي الليله ونواصل هذا الحوار مع الكاتب الصحفي الكبير استاذ نبيل عمر. استاذ نبيل حضرتك كنت قبل الفاصل وصلت لمحاولات البعض دايما انهم يجدوا اسباب غير فنيه لفوز الاهلي بالبطولات ولارجاع فوز الاهلي بالبطولات لهذه الاسباب. راي حضرتك ايه في المقولات دي كلها؟ يا فندم اما اخد بطوله اخد اثنين اخد ثلاثه اخد اربعه طب انا اقول لك حاجه طريفه جدا. هو طبعا كل الكلام كده في الفترة الأخيرة. طب نقول أول تسع مرات في الدوري العام 48 لحد أول بطولة خدها نادي الزمالك في أوائل الستينات. الأهلي واخد كام بطولة متتالية؟ عارف حضرتك كام؟ تسع مرات متتالية بطل دوري مصر. 48 كانت ملكية 52 بقت جمهورية. يعني الأهلي بطل الدوري المصري في ايام الفرق الملك فاروق الاهلي بطل الدوري المصري بعد قيام ثوره 52 واحمد فؤاد ولي عهد بقى هو العرش قبل الجمهوريه ثم الاهلي بطل الدوري المصري ومحمد نجيب رئيس مصر الاهلي بطل الدوري المصري وجمال عبد الناصر رئيس مصر. طيب يعني قولوا لي ادي اول تسع سنين متتاليه متتاليه عايز اقول التاريخ يفسر الحاضر لكن الناس ما بتحاولش تفسر لان زي ما قلت
المسألة مريحة جدا بالنسبة لها، إن أسباب إنها مش قادرة تعمل ده إن في قوة قاهرة، قوة كونية قاهرة منعها من حدوث هذا، وهو أن الحكام بيجاملوا النادي الأهلي، وإذا كان في خطأ حسب لصالح الأهلي فيعمم اللي يبقى هو ده. لا طبعا المقوله كمان اشمل من كده شويه، مش الحكام بس، بتقال ان اللجان والاتحاد والمسؤولين عن الرياضه وعن كره القدم. عايز اقول لك حاجه طريفه جدا، في كل في معظم السنوات دي كان اغلب رؤساء اتحاد الكره من الزمالك وليس من الاهلي. يعني عبد الحكيم عامر كان من الزمالك، وكان محمد حسن حلمي رئيس اتحاد وكان من الزمالك، حسن عامر. يعني عايز اقول ان في رؤساء كتير في الفترات اللي الاهلي كان بياخد بطولات لم يكونوا من الاهلي على الاطلاق، كلهم من يعني من الزمالك. يعني اخر طب انا اقول لك حاجه طريفه، انا عايز اسال سؤال، اخر رئيس لاتحاد الكره من الاهلي كان مين؟ اللي خدنا فيها بطوله افريقيا لما كان سمير زاهر، وسمير زاهر الله يرحمه ما كانش اهلاوي 100%، هو جه الاهلي متاخر، يعني مش من ابناء الاهلي، هو صحيح لكن بنحسبه اهلاوي. لكن بعد كده كان في ناس من الترسانه وناس من الزمالك، ناس من خارج الاهلي والزمالك طول الوقت، مش دايما مش كوادر منتميه لنادي يعني للاهلي او ارتبطت طول عمرها بالنادي، وبالتالي الاهلي زيه زي كل الانديه. طيب حاله الاحتقان يا استاذ نبيل اللي شفناها في الفتره اللي فاتت، ايه سببها؟ الجماهير وحلاوه الرياضه والمنافسه مع الزمالك والاسماعيلي والانديه الكبيره في مصر، حلاوة الكورة وتاريخ الكورة والرياضة في مصر، طيب ده شيء متعارف عليه، والمناوشات الجميلة المقبولة اللي حضرتك أشرت إليها اللي فيها سخرية، فيها تبادل الآراء، فيها انتقادات حتى في الأسرة الواحدة وبين أصحاب، لكن مش حرب. إيه التجاوزات دي كلها؟ وأنا في روز اليوسف كان الله يرحمه العظيم صلاح المراوي كان ناقد رياضي معروف، لما دخلت روز اليوسف هو زملكاوي، كنا نقعد نتناوش أنا هو زملكاوي، هو زملكاوي وأنا أهلي، وروح عظيمة جدا. كنت أقول له يا حاج صلاح لو سمحت أنا أقدر أقول لك 100 سبب ليه انا اهلاوي. على فكره ما فهمش منهم بطولات الكوره. طب قول لي انت سبب واحد يا حاج صلاح، فخلينا نجري ورايا ونضحك سوا. وبعدين اقول له على فكره يا حاج صلاح نادي الزمالك نادي عظيم مؤكد، يعني مش انا بس بهزر معاك. ويعني انا شخصيا اقسم ان مكان الزمالك يلعب اي فريق خارج مصر كنت اشجعه كما كنت اشجع النادي الاهلي. لان في النهايه بلدي، ما يا جماعه احنا بنستمتع. انا رايح اتفرج على فيلم سينما، رايح اتفرج على ماتش كوره، انا رايح اتفرج على مسرحيه، رايح اتفرج على ماتش كوره. في ماتش السينما فيهاش انتماء، الكوره فيها انتماء شويه، لكن هي الوقت المباراه، يعني انا ببقى مبسوط وقت المباراه ما كسب، طيب وببقى زعلان في الوقت اللي خسر فيه الاهلي، خلص وانتهى اوفر جيم، خلص بالنسبه لي، بمارس حاجه برضه نفسه. لكن بعد بقى من الحكايه دخلت في حكايه ان في قوى قاهره ومش عارف ايه، بقى في شحن قديم او استعداء جماهير الاخرين. احنا يعني حد يطلع يقول لك جماهير النادي الفلاني اقرب لينا من جماهير الاهلي، احنا اقرب لينا من ما في استقطاب، ففي فكره الاستقطاب زي الاستقطاب الحاسم، زي الاستقطاب اللي وصل لفكره التحالف ضد الاهلي، الاستقطاب الحالي. فالاستقطاب شيء طبيعي، انك بتستفز جمهور الاهلي. جمهور الاهلي في جمهور درجه ثالثه وفي جمهور عاقل، شيء طبيعي ان جزء من جمهوره هيطول لسانه، هيطول قلمه، هيطول اي حاجه. في شيء طبيعي الناحيه الثانيه هيترد. فانت على طريق الاستقطاب ده بيخلق، انا اتحدى ان حد يقول لي او يثبت باي شكل من الاشكال ان الاهلي حاول يستقطب حد ضد حد، اتحدى. لم يحدث لسبب جوهري. الاهلي فاهم عبر تاريخي كله، لان دي تراث قديم مش عايز اتكلم فيه، لكن ده تراث مكتسب، انها رياضه، ورياضه مكسب وخساره، والرياضه جمهور الاهلي زودها حبه في السنوات الاخيره بانه بقى رافض فكرته حتى الخساره. وانا بواجه جمهور نداء الجمهور الاهلي ان الرياضه مكسب وخساره، فرقتنا فرقه كبيره وكل حاجه وعظيمه وكل حاجه، لكن علينا اذا حصل انها تخسر ان مفيش فرقه بتكسب طول الوقت، ان احنا ممكن نخسر ونتحمل اذخر ونصفق لفرقتنا ونوقف وراها لحد ما تقف على رجليها مره ثانيه، مفيش سبب يخلينا نتعصب او نزعل او نغضب. فبل فكره ان الاهلي لازم يكسب بدات
بدات تزيد شويه عند جماهير الاهلي، لان انت جيت فجاه كل ما تخش بطوله تاخدها، كل ما تخش حتى لما رحت افريقيا عودت الناس بقى على ان دي طبيعه الامور، يعني هتقدر تكسب طول الوقت ومفيش اي حد تاني يعني انت في بطولات افريقيا فقط خمس بطولات في بدايه القرن ال21، ودي كتير رقم كبير جدا. واصبح حتى مردود ده المشاركه دوريا في كاس العالم للانديه، الظهور عالميا كل ده. لا انت واخد خمسه وانت واصل للنهائي اربع مرات، يعني عايز اقول يعني خسران ثلاث نهائيات واخد خمس اربع نهائيات وقت، يعني انت اصلا يعني كل سنه يا اما يا في النهائي واخد بطوله، يعني سنه وسنه لما تيجي تحسب يعني فكره انك في نهائي البطوله ده اصبح شيء خلاص يعني عودت الجمهور على انه 18 سنه بديد. 18 سنه دي 19 لسه ما لعبتش، 18 سنه انت واخد خمس بطولات وخسران اربعه اربع نهائيات، تسعه من 18، يعني يا سنه وسنه، ده معناها كده 50% من مباريات النهائيه لعب فيها النادي الاهلي، فطبعا مخليه جمهور الاهلي 50%. فده لكن في مقابل ده طبعا ده عامل حساسيه زي ما قلت، ان انت الناس الاخرين عايزه تبرر هو ليه. طب الا يجب ان تستفز جماهيرها ضد ده. في ناس طبعا باحثين عن الشهره عن طريق خليفه تعرف، يعني انا ايه يعني اقف كده اشتم اي حد، اتخانق مع اي حد، اعمل اي حد، ما دي الطريقه الوحيده اللي تخلي الناس تجري. وكل ما كان الكيان اللي بتسأله كيان كبير ده الاعلام بقى مريض دلوقتي. فكره انا لو استضفت فلان او جبت فلان او خليت فلان على التليفون او خليت اعلان على التليفون هيخلي نسبه المشاهده عاليه، هيزود اعلاناتي. فكره القيمه قيمه ما تقدم، لان احنا اعلاميين كتير مش عارفين يفرقوا بين حاجتين، القيمه والشهرة. ممكن تبقى أكثر سفاح، السفاح كان أشهر واحد في مصر في الستينات، لكن إيه قيمته سفاح؟ كان ألا يجب أن لكن كان أشهر من نجيب محفوظ صاحب الرواية اللي هو اللص والكلاب، يعني صاحب اللص والكلاب كان أقل شهرة من محمد علي سليماني اللي كان سفاح في الستينات. فهنا لازم مذيعين كتير وإعلاميين كتير بيفضل الشهرة على القيمة، على الرسالة، على الرسالة. لا ما هو الرسالة ليها قيمة. المهم يعني فده بيزودوا فكرة. طيب أستاذ نبيل، ألا يجب أن تكون لدينا أولوية قصوى في أن يكون بيننا احترام متبادل ولغة حوار، حتى لغة اختلاف وتنافس، ولكن في إطار بنحترم فيه بعضنا كمصريين أطراف في أي مجال، متنافسين حتى أمام كل مقيم في مصر، كل وافد على مصر، كل ضيف كريم على مصر، إننا نقدم صورة طيبة حتى نجد، يعني ما احنا لازم الكل يشوف احترامنا لبعض حتى يحترمنا، ولا رأي حضرتك ايه في الكلام؟ طبعا شيء طبيعي جدا. طيب ما نشوف الدوري الفرنسي أو الدوري الإنجليزي أو الدوري الأسباني أو الدوري الألماني أو حتى الدوري اللبناني، مع إنه يعني احنا الفرق بيننا وبينهم كبير، لكن هل هم بيعملوا اللي احنا بنعمله؟ هل الدوري السعودي مثلا يتبادل رؤساء الأندية فيه التجاوزات أو في انتقادات، في اختلافات في الآراء، في تنافس، ولكن في حدود. لا نتكلم في الموضوع، ما نتكلمش في الأشخاص. يعني أنت تخليك تتكلم في الموضوع، أنت عندك موضوع تكلم فيه، ما تتكلمش عن شخص. يعني تكلم في الموضوع الذي يخصك، لا تتحدث عن شخص، تكلم في الموضوع فقط، الموضوع فقط. علينا أن نتعلم أن نتكلم في الموضوعات، لكن عندما نتكلم في الأشخاص فإحنا اتنقلنا من العام للخاص، حولنا الخناقة أو من خلاف على قضية لتجاوز، خلاف على قضية إلى خناقة شخصية، وبالتالي ده خطأ رهيب. عايزين نعيد حساباتنا في الأمر ده، محتاجين ده لازم يعني بس هو كمان لازم تفعيل القانون. سوري المسألة مش بالرغبة، يعني أنا مش أنا هتجاوز ضد حضرتك، فأنت حضرتك تقول لي والنبي لو سمحت خلي عندك أخلاق، فأنا مبقاش عندي أخلاق، فتقول لي والنبي خليها عشان خاطر تبقى لا مش هيبقى عندي أخلاق. هي هنا مش مسألة خواطر، مش بقى خواطر، مسألة قوانين بتلزم. هنا قوانين تلزم. المشكلة ان جزء من الخروج على الاخلاق بالقوانين يبدو ان لها حماية ما، والناس مش فاهمة الحماية دي جاية منين. حماية كونية مثلا، هل في كائنات فضائية بتفرض هذه الحماية؟ هل في كائنات فضائية بتقول للقانون في لحظة ما احنا اسفين ما ينفعش؟ هل في كائنات فضائية بتمنع حصانات اعلى من القانون؟ او بتقنع ناس ان دول لهم حصانة فوق القانون؟ لا، احنا واجب عشان الناس تلتزم، لان بص اي حاجة بلا حساب بلا لا تصنع تسيب.
حضرتك يعني عايز بعض التشريعات. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا تجاوزت في حق حضرتك وحضرتك ما قدرتش تاخد حقك بالقانون، ابقى غلطان لو سكت. هتناخد بقت لعبه بالنسبه قانون الغاب بقى يعني خلاص الناس خلاص الناس كلها تتجاوز حق بعضها. طب انا لو مؤاخذه يعني هبقى مؤدب ليه؟ طب ما انا باخد حقي بالطريقه دي وعمال عامل هليله وانا موجود في كل الفضائيات وفي كل الفيديوهات وفي كل التلفزيونات وفي كل الاذاعات وفي كل الاخبار وفي كل البتاع. طب لا مؤاخذه يعني كده ايه الرادع؟ ايه اللي هيخليك لا مؤاخذه كده هسكت كده واقعد ساكت ما في محدش واخد حته في الظل كده واقعد فيها؟ طبعا لا. انا اللي بيخليني كده ان انا بعمل اللعبه وبنجح فيها. طالما ما بنجحش فيها مش هعملها. طول ما المجتمع والدوله والقانون يسمحونا بالتجاوزات دون محاسبه او حساب، صاحب التجاوزات ايا كان يطلع اهلي يطلع زمالك يطلع اسماعيلي يطلع مصري يطلع اتحاد يطلع بيراميدز يطلع ام بي زي ما يطلع لن يتوقف. هيتوقف ليه؟ فهنا القانون هو السيد. نعم. سيادة القانون هو الحل. بس في حاجة مهمة جدا، من فضلك ما يكونش قانون على المزاج. حضرتك عايز حاجة معممة على الجميع، عايز قانون يسري على الجميع، لأن أنا أحيانا مش في حالات وحالات أو مع أشخاص وأشخاص. طيب في أمر تاني الناس عايز تسمع رؤية حضرتك بشأنه. طبعا مصر الفترة اللي فاتت في اجتهادات على مستوى كبار المسؤولين في الدولة والقيادة السياسية وكل المسؤولين لتهيئة أو تحسين مناخ الاستثمار ولجلب استثمارات عربية وأجنبية ومزيد من الاستثمارات المصرية لتضخ في الأسواق في قطاعات مختلفة، لكن في التباس كبير جدا، في لبس كبير جدا وخلط في الأمور حول المفهوم الحقيقي للاستثمار اللي ممكن يبقى إيجابي وإضافة حقيقية لأي دولة. خلينا نتكلم عن نموذج الحديث عن الاستثمار في الرياضة، كيف يكون إضافة؟ يكون نعمة ولا يكون نقمة؟ إنه يلتزم بالقانون والقواعد المعمول بها والأعراف والتقاليد المعمول بها في المجتمع. عندما تلتزم بالقواعد والأعراف والقيم الموجودة في المجتمع شيء كويس، لكن إذا كنت جاي طبعا شيء مهم جدا ان يكون في استثمار رياضي، شيء مهم جدا يبقى عندنا انديه ان قاعده المنافسه تتسع وتتسع، هيبقى لصالح الكره المصريه مؤكد. ودي مش محتاجه اكيد طبعا مفيش خلاف عليها، لكن تبقى لقواعد منظمه. اولا لازم الاتحاد المنظم للعبة او لاي رياضه فيها استثمار عليه ان ينظم ويضع قواعد صارمه لفكره الاستثمار الاجنبي. ايه القواعد؟ ايه المحددات؟ ايه الايرادات؟ لدخول رؤوس اموال الى القطاع، رؤوس اموال بتخش ازاي؟ بتخرج ازاي؟ ايه القواعد اللي بتنظم؟ ايه العمل الى اخره. لكن المساله مش بالمزاج وبالرغبه، ابقى مستثمر او اخرج من الاستثمار بكره وارجع تاني بعد بكره ده ما ينفعش. في قواعد صارمه بتحكم هذه القواعد. قواعد اتحاد الكره محتاج يعيد منظومه، يبقى في قوانين للاستثمار الرياضي في مصر منظمه لهذا العمل زي الاستثمار في اي حاجه اي حته. يعني النهارده في مستثمرين عرب موجودين في باريس سان جيرمان، موجودين في الدوري بس الانجليزي، بس استثمروا داخل المنظومه اللي هي محدده، داخل المنظومه، ومش راحوا يقولوا ان احنا اسياد هذه المنظومه. ده دي فرق كبير جدا. يتصرفوا كانهم يعني بما انهم يعني مثلا انا هفرض ان مالك باريس سان جيرمان وهو عربي وعنده فلوس لا اول لا ولا اخر، هفرض انه معاه مال قارون، ما بيروحش يقول انا مالك المنظومه الفرنسيه في او ان له فضل ما على المنظومه دي في كره القدم او جاي يعمل مش عارف ايه او راح يعاير الفرنسيين، هو بيمارس نشاطه بشكل أو شرعي او راح يعاير الفرنسيين دلوقتي، ده انا جاي استثمر عندكم انتم يعني لازم تفرشوا لي الارض الورد، الارض ورد ورمل واي عد اي حد يعمل لي كده وحاجات زي كده. لا، الاستثمار طبقا لقواعد وقيم المجتمع اللي انت رايح تستثمر فيه، ويسري عليك كل القوانين كما تسرع على قوانين الاستثمار بشكل طبعا عام، مع الربط بوزارة الرياضة وباتحاد الكورة، يعني في المجال او القطاع محل الاستثمار نفسه. نضع اطار واضح لدخول رؤوس امواله. نعم. بان نلعب دور مستثمر والعب دور جمهور من الدرجة الثالثة. المستثمر ده حاجة عالية، قيمة عالية، ما بخشش طرف في صراعات مع جماهير. انا مستثمر، انا مستثمر، ما اخشش طرف في صراع مع الجماهير خالص، لان انا قيمه عليا في اداره عليا، ما احطش نفسي في مناوشات اعلاميه ولا في تجاوزات ولا حاجات زي كده واعلق على جمهور واعلق على مش عارف ايه واخش في خناقات مع الجماهير او الاخير، لان ده سواء كنت مستثمر عربي او مصري او هتبقى له عواقب سيئه او فوضويه طبعا، لان في حاجه مهمه جدا
اي معركه مع جمهور الدرجه الثالثه هي معركه خاسره لاسباب كثيره جدا انا في حل عن ذكرها، بس اي خناقه مع جمهور الدرجه الثالثه هي معركه خاسره، لان انا بنزل من عليائي او بنزل من المقصوره للجمهور اللي حضرتك بدات الحوار ده بانك وصفته بان دايما حبه لناديه ومشاعره بتدفعه قبل الحسابات العقلانيه. ما عندوش حسابات عقليه جمهور الدرجه الثالثه ما عندوش حسابات عقليه، بيحب ناديه وده قبل كل شيء عنه. لا واحيانا بينفعل ويخرج، يعني حتى انفعالاته تخرج عن المألوف يعني يعني مثلا بقول لما يعني الاحداث اللي حصلت بتحصل في كل ملاعب الكره وعباره عن جمهور الدرجه الثالثه انفعالاته خرجت عن المألوف، فسواء حصل في خارج او داخل مصر في اي بلد في العالم، او كان الهوليجان ايام ما كان محسوس في انجلترا او حتى في البرازيل، الخناقه اللي حتى في حصلت بالارجنتين بين اكبر فرقتين، ان احيانا بيبقى في تحركات للجماهير مش محسوبه، يعني مش منطقيه. وكمان انا بعرض المجتمع لما بخش انا في معركه مع جماهير، انا بعرض المجتمع اللي انا بستثمر فيه لمخاطر، ان مخاطر الامنيه. صحيح. طب هل انا جاي استثمر ولا جاي اعرض المجتمع ده لمخاطر؟ طالما انك محب لاي مجتمع تستثمر فيه او تدخل فيه شراكه حقيقيه مع هذا المجتمع، بناء وليس هدم، يعني احنا متفقين على فده مهم جدا. يبقى هنا معطول بقواعد صارمه للاستثمار، موجود ان المستثمر يتصرف في اطار حدود وقوانين وقواعد واعراف المجتمع. انا عايز حضرتك تعلق على مقاطع اخرى طبعا يعني لافته جدا للانظار في المقال. حضرتك بتقول في عباره ايضا يعني جاءت نصا في هذا المقال: شيء مدهش ان يعاقب الاهلي لانه رفض الخروج على القانون وصان قرارات الاتحاد الافريقي واللجنه الاولمبيه من الدهس بالاحذيه. فكره الحديث او التلويح اللي حصل في وقت ما بتهديد للاهلي او سحب ترخيص الاهلي ومنعه من مزاوله النشاط، حتى زي ما قال استاذنا الاستاذ ابراهيم حجازي، ده تم خلط الاوراق لدرجه انه تم تهديد الاهلي محليا بمنعه من المشاركه دوليا او افريقيا، وهو امر يعني متعارض تماما مع امر التاني. انا بسال اتحاد الكره، ما يبقى عندي النادي رقم 21 بين اكثر الانديه نجاحا على وجه الكوكب، على وجه الكره الارضيه عبر التاريخ كله، واقول له يا اما تنصاع ليا بالمخالفه للقانون، والا اما احرمك من ان تكون ضمن هؤلاء العظماء في العالم. انا رايي ده العباره دي، لو هو طبعا هو في ميزه لان لم احد يجرؤ ان يقول العباره دي على لسانه، لانه عارف ان دي جريمه لو عملها، فخرجت معممه. صرح مصدر رفض ذكر اسم، لانه دي جريمه. لو كان قالها انا رايي ما كانش هيقدر يمشي في الشارع الرياضي، ما كانش هيجرؤ يمشي في الشارع الرياضي. وبالتالي هو رمى كره ملتهبه كده زي ما كنا انا اسف التعبير، بس انا اسف ما كنتش عايز اقوله، زي عيل خلى عربيه مرسيدس ماشي قام حدفها بالطوبه بالظبط. طيب. أنا عارف في الدقائق القليلة جدا المتبقية، حوالي 5 دقائق، هطلب من حضرتك مهمة بالغة الصعوبة، وأنا عارف حبل أفكار الكاتب متصل، عايزين إجابات سريعة جدا عن الأسئلة القادمة، إجابات في أقل من 30 ثانية لكل سؤال. ماذا تتوقع بشأن كأس الأمم الأفريقية القادمة؟ هل يمكن أن نفوز بالبطولة؟ ممكن أن نفوز بالبطولة. هل تتوقع مزيد من التألق لنجمنا محمد صلاح هذا الموسم؟ أتوقع أنه هيبقى أبس أند داونز، لأن كمية الضغوط اللي عليه إحنا نفسنا كمصريين وضعين عليه ضغوط اكثر مما يجب، وده مخليه انه لو انتوا لاحظتوا في ماتش مانشستر يونايتد تحديدا كان متوتر جدا جدا. مين الاقرب للفوز بالدوري الانجليزي؟ ماليش دعوه، ليفربول. مين الاقرب للفوز بالدوري المصري هذا الموسم؟ هو المنافسه هتبقى شرسه، وانا رايي ان الاهلي والزمالك على نفس الدرجه من الاقتراب من احراز لقب الدوري، لان هما الاثنين بيخوضوا، هقول لك ليه، انا سهل من غير حسم، هما الاثنين بيخوضوا بيلعبوا، هما الاثنين هيخضعوا لنفس الظروف اللي هي اللعب كل 3 ايام سواء قبلوا او رفضوا، وبالتالي الاكثر جاهزيه هو اللي هيفوز. انا خايف اقول ان يبقى في فرقه من الفرقتين بقى عندها قدرة هائلة على اللعب كل 3 ايام من كل الاخرين هو النادي الاهلي. طيب بعض الرسائل السريعة يزيد حضرتك توجهها لبعض لاعبينا، مين اللي متوقع ان يتوهج نجمه خلال الفترة القادمة سواء في الدوري او في البطولة الافريقية او مع منتخب مصر ان شاء الله في كاس الامم من نجوم النادي الاهلي؟ انا متوقع، انا كنت اتمنى ان جيرارد يكون بيلعب في كاس افريقيا،
كان هيفرق كتير مع الاهلي لان لعيب امكانياته كويسه جدا، وانا رايي انه لم يؤدي ب 50% من امكانياته الحقيقيه حتى هذه اللحظه ولا 50%. ما زال لديه الكثير، لا زال لديه الكثير، والولد ده هيبقى هيسطع نجمه قوي في في النادي الاهلي وكمان حمدي فتحي. حمدي فتحي اه طبعا اتوقع له. ناصر ماهر، عايز اقول نصيحه لناصر ماهر، لعيب كويس قوي لكن اكثر تركيز اكثر، احيانا بتضيع منك كور في تمريرات، لو انت مركز شويه زياده مستواك هيفرق او ادائك او العائد من ادائك هيعلى جدا جدا، واعمل حسابك ان احمد حمدي لما يرجع هيبقى منافس قوي. طيب كلمه توجهها او رساله توجهها لمجلس اداره النادي الاهلي وعلى وجه التحديد لرئيس المجلس الكابتن محمود الخطيب. انا مبسوط انك اكثر هدوءا ونوبته اكثر هدوءا، مش داخلين في انفعالات ما بتنفعلوش، وده مهم جدا. عايز اقول لاعضاء مجلس اداره الاهلي من فضلكم انسوا السوشيال ميديا انسوا السوشيال ميديا نهائي. اعضاء مجلس اداره الاهلي ارقى كثيرا من يعلق على حد في السوشيال ميديا نهائي نهائي نهائي، من فضلكم نهائي، ولا كاني اي حد بيقول اي حاجه. التجاهل مهم جدا. رسالة توجهها لكل الأطراف المعنية بالرياضة بشكل عام في إطار نرغب في الوصول إليه في الفترة الجاية، سواء اتحاد الكورة، وزارة الرياضة، قيادات الأندية. لا أنا بريد أن أعرفه معرفة شخصية. عايز أقول له توقعاتي منك كانت أعلى من كده بكثير، أكتر من كده بكثير، وإنت تفهم كويس قوي وعقل كويس وذكي جدا، محتاج أنك تعيد حساباتك مرة تانية. ورسالة أخيرة للدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، لا تسمح أن تهان. أن تهان الرياضة؟ أن تهان هو فما زي ما هو خلاص، لا تسمح أن تهان. أنا بشكر حضرتك على وجودك معنا، ويعني كنت أتمنى يتسع الوقت للمزيد من التساؤلات، لكن أسعدتنا بوجودك معنا على شاشة قناة الأهلي، وأسعدتنا بهذا الحوار الكاتب الصحفي الكبير والعاشق للنادي الأهلي الأستاذ نبيل عمر. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا لك. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ نبيل، والحديث بقية في لقاءات قادمة إن شاء الله. أوجه خالص الشكر لضيفنا الكريم الكاتب الصحفي والعاشق للنادي الأهلي الأستاذ نبيل عمر، وفقرتنا مستمرة. ابقوا معنا، الزميل العزيز عبد الحميد حسن بعد قليل هيلتقي مع حضراتكم من خلال المزيد من اللقاءات والحوارات والفقرات المتميزة عبر شاشة قناة الأهلي ومن خلال الأهلي ليلة. شكرا لحضراتكم. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مستمرين معاكم في الاهلي الليله، وكان منورنا ومشرفنا بصراحه الكاتب الصحفي الكبير ومدير تحرير صحيفه الاهرام الاستاذ الكبير استاذ نبيل عمر، اهلاوي من العيار الثقيل، كان في ضيافه الزميل العزيز محمد الجندي. ان شاء الله يعني نتشرف باستضافته مره ثانيه ونتكلم معاه اكتر واكتر في الكوره. واضح ان هو شخصيه يعني عظيمه جدا، وكمان حافظ تاريخ نادي الاهلي، وبيعرف يتكلم ويدي نادي الاهلي حقه قوي 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 في اطار احترامنا احنا كاهلاويه عموما. ان شاء الله يبقى معايا كمان او في هذه الفقره بيشرفني شاب جميل جدا كريم رزق، ناقد رياضي اهلاوي برضه اصيل وتقيل كمان، هيشرفني حالا دلوقتي، هيكون معاكم حالا دلوقتي. هنتكلم معاه عن تفاصيل كتير جدا في الامور الرياضيه اللي دارت في الشارع الرياضي في الاسبوع السابق او الاسبوع اللي احنا فيه ده، يعني حاجات كتير هنتكلم معاه فيها. وزي ما احنا متعودين مع حضراتكم ان شاء الله كل اسبوع هيشرفنا شاب جميل ان شاء الله يكون ليهم مكان في القناه، وكان من سياسه القناه ومن سياسه الدكتور خالد توحيد الله يرحمه. منور الدنيا كريم. نعم، اهلا بحضرتك كابتن. انا مبسوط وسعيد ان انا مع حضرتك، انا مبسوط وسعيد ان انا على قناه النادي الاهلي دي، يعني بالنسبه لي حاجه كبيره جدا، ويعني بتمثل لي شخصيا كنادي اهلي حاجة غير أي صحفي في مصر. يعني كل الصحفيين الزملاء أكيد فيهم طبعا يتمنى يبقى متواجد، لكن أنا بشكل شخصي التواجد على في قناة النادي الأهلي مفيش حاجة تساوي ده في حياتي المهنية حتى مستقبلا، يعني أيا كان وصولي. يعني بنسعد بيكم جدا، ربنا يخليك، وعايزينكم تبقوا معانا على طول، ودايما بتنورونا كان فاروق وبعدين كيش وبعدين أنت. إن شاء الله
كل اسبوع كده نجيب لغايه لما تحتلوا القناه ان شاء الله. لا نبقى متشرفين وفرحانين بكم جدا جدا ومكانكم. لا لا ان شاء الله اللي يستحق حاجه ياخدها لاجل النادي الاهلي. لو في حد احسن مننا ربنا رب يوفقه في الظهور يوفقه ويخلي العين تبقى عليه، وان شاء الله يعني ربنا يكرم الجميع باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. انا بس كنت عايز انعي الاول شهداء محطه مصر النهارده القطار، ربنا رب يعني يرحمهم ويصبر اهلهم ذويهم باذن الله، وان شاء الله يعني رب مستقبلا نبقى حاطين ايدينا على العيوب كمصر ان ما تتكررش الامور دي تاني، شيء اصبح شبه سنوي او شبه دوري. ربنا ان شاء الله يعني يعفو عننا كشعب مش حمل الكلام ده خالص يعني. يا رب يا رب. السنه المره دي الموضوع مختلف تماما، اهمال غير طبيعي غير طبيعي غير طبيعي يعني. الحمد لله الحمد لله، الحمد لله. ربنا ما يجيب ابدا حاجه وحشه لمصر، والشعب المصري يستاهل كل خير ومصر يستاهل كل خير، وان شاء الله يعني نتلاشى هذه الحوادث باذن الله في المستقبل القريب باذن الله. انا معاك. شوف بقى عايز نتكلم في ايه، عايز نبدا في ايه، عايز تتناول الاحداث ازاي. قولي الاول، عرفني على كريم رزق الاول بعيد عن الاحداث دلوقتي، عايز اتعرف عليك انت شخصيا بقى ونعرف الناس بيك. بعيد عن الاحداث في حاجه انا حابب اذكرها يعني. اتفضل. انا بني ادم غيرت مسار حياتي، انا كنت طالب في كليه هندسه قعدت 3 سنين ونص فعلا في كليه هندسه، وبعدين حاولت اعلام انجليزي تمام وبدات من اول طبعا، والحمد لله يعني عملت كامباك كده زي بتاع كريم نيدفيد في حياته، المونتاج زي بتاع كريم نيدفيد كده. الحال الحمد لله يعني تغير. طب ايه اللي غير الوجهه؟ اللي غير الوجهه الحاجه اللي انت بتبقى اعلام انجليزي. اعلام انجليزي اعلام انجليزي اعلام انجليزي في جامعه القاهره. الفكره كلها ان انا حابب، انا كنت بكتب من وانا قبل ما ادخل هندسه وانا في ثانويه عامه، انا فاكر اول مره حاجه اكتبها ياخدها موقع كان في 2010 كاس العالم البرتغال واسبانيا، كان تحليل على الماتش. من بعدها انا حسيت ان انا حابب يعني الكوره، الكوره بشكل عام هي حياتي. قبلها كنت بلعب ما وفقتش في ان انا اكمل، حبيت الموضوع من الناحيه الاعلاميه. عندي والدي الحمد لله يعني الحته الاعلاميه دي، مع انه استاذ جامعه في كوت ديفوار ملوش اي علاقه، الحته الاعلاميه دي عنده كويس فيها، حاسس ان انا خدتها منه. فقلت يعني لا انا محتاج ان انا اغير، ومحتاج حتى واجهتني مصاعب كتير جدا طبعا. بس لا يعني لقيت اللي سندوني ويعني الحمد لله الحمد لله. دلوقتي اشتغلت في من هنا كنت طالب اصلا، اشتغلت في شرفت اشتغل في مصر العربيه في جول سوشيال ميديا في اماكن كتير يعني. في اخر محطه ليا كانت مجله الاهلي. وعشان كده انا بقول لحضرتك انا مجرب شعور اتصاق البني ادم بالحاجه اللي بيحبها. بمجرد وجود اسمي كريم راح مجله الاهلي، حفاوه الناس واستقبال الناس الخبر ده كان امر مفاجاه كبيره جدا. غير ان انت بتحب اصلا الموضوع جدا يعني. طبعا الاهلي طبعا طبعا الاهلي، وحاجه انت كنت بتسعى الحاجه اللي انت مش بتعمل لها حسابات. كريم تعالى للحاجه الفلانيه دي، حاضر ما فيش اي مشكله، ما فيش اي حسابات. حاجه بتعملها زي اي حاجه انت بتحبها يعني، بتحب شخص، بتحب اخ، بتحب حبيبه، بتحب اي حاجه. انت بتروح وانت مغمض عينيك. فهي الشخصيه ما بتتجزأش، اللي بيحب حاجه بيديها هي ايا كانت ايه نوعيه الحاجه يعني. اكيد اكيد. ثالثه كليه كنت في هندسه وخدت قرار ان انت ترجع اعلام انجليزي، وما تاخرتش خالص في اعلام انجليزي الحمد لله، وفرصه ومشيت الدنيا. مين اللي ساندك في القرار الجامد ده؟ والدي ووالدتي لما حسوا خلاص انا مش مستحمل. حضرتك دكتور، حضرتك بتقول دكتور في دي اكبر حاجه. والدي ووالدتي الاثنين دكاتره، الاثنين في كليه الزراعه اكاديميين، الاثنين النقطه دي الناس تقول لك مع انه عندك دكتور ازاي وافق على حاجه ده، هو بالزبط. علشان المستوى الفكري والتعليم الحمد لله جابوا ان هو يجازف وخلاص، هو مستقبل كريم وهو عايز ده، وشاف الشغف والحب وقد ايه انا عايز اوصل. في فرق، هو شاف هنا الطموح عامل ازاي وهنا الطموح عامل ازاي. يعني زي لعيبه الكوره، في لعيب طموحه انا عايز اقصى طموح لي ان اروح النادي الاهلي. احنا كجمهور احنا عايزين نضيق اقصى طموحك
كفكر مش جوه الملعب. لا جوه الملعب انا عايزك تدي كانك احسن من كانتي مثلا في تشيلسي بس تفضل جوه النادي. ده موضوع هو ده حدودك بالظبط. لكن طموحك لكن احنا عايزين طموح كبير جدا بالظبط. نفس القصه في والدي وطاقه ان انا لا انا عندي الحته دي فساندني الصراحه بكل قوه ويعني ما حسسنيش بازمه. يعني اي اب تاني حتى كان يضغطك جميل. لا لا الحمد لله ده رزق. هو انت في يعني يحاول ياخد ويدي معاك يقنعك. احنا في ثالثه هندسه برضه كليه كبيره. لا لا الحمد لله صحيح اعلام انجليزي طبعا يعني برضه جامعه كليه كبيره جدا لكن انت في هندسه في ثالثه. يعني عندنا مشكله في مصر المشوار. احنا عندنا مشكله في مصر وهي ما لهاش علاقه بمصر. هي ليها علاقه بالتفكير بتفكيرنا احنا بس احنا كمصريين ان كليه هندسه كليه عاليه كليه. هو ده على فكره اللي خلاني في الاول اختار وانا عندي 16 17 سنه كليه هندسه. انا طالع من ثانوي عامه ما عنديش الوعي الكافي اللي يخليني اشوف لا ده في بتحب ايه؟ انا بحب ايه. انا كنت عايش يعني في المانيا في سؤال وانا في ثانيه ابتدائي اولى ابتدائي هناك كنت بتساله عمري ما سالته هنا في مصر. ايه هي موهبتك؟ يعني انا لو دخلت على طفل في اولى ابتدائي هنا سالته ايه هي موهبتك هقول لك عايز تطلع ظابط. ما بالظبط بالظبط كده تمام. فا ايه موهبتك؟ لا انا مش بسالك انت نفسك تبقى ايه. ايه موهبتك؟ انت شاطر في ايه؟ رسم كتابه حتى نقد مش نقد رياضي مش نقد حاجه. في اطفال صغيره انت بتتنبأ فيهم ده بتشوف فيهم ده المنظومه التعليميه المفروض تبص انت شايف في ده ايه توصله له. انت مميز كده كريم. بداوا في بعض المدارس. اتمنى وانا بعيد عن النقطه التعليميه دي دلوقتي بصراحه لان انا لسه طبعا بينموا كمان المواهب بتاعه الطلبه. ده امر عظيم يعني ربنا ان شاء الله يكرم. هو ده اللي خلاهم يدوني سبورت الكافي ليا ان انا اقدم على الخطوه وما ندمتش لحظه الحمد لله. ما ندمتش لحظه لان انا اخترت الطريق. انا اعلام فكوره هي الحاجه اللي انا حاببها. فانا هنزل اتدرب واتعب واعمل وادرس الصبح وهتدرب بالليل. اي حد في الدنيا بيتعب في وقت من الاوقات اللي مقدره ربنا هياخده. ربنا بيبتليك بصبر. انت مش لازم تاخده في الوقت اللي على مزاجك. بالزبط. ربنا بيبتليك بصبر. يعني هتاخده هو رزق. انا الحاجات دي انت عارفه لسه كنت بقول لحضرتك هنريك لارسون هنريك لارسون متيقن منها جدا. يعني اللي بيتعب ربنا بيديله اكيد. بالظبط ما فيهاش خلي بالك نسب. اللي بيتعب ربنا بيديله. امتى بقى دي بتاعت ربنا؟ ده قانون حياه. ده ملوش علاقه بالديانه اللي انت بتعتنقها اصلا. بتتعب في الدنيا هتاخد في اي ديانه او اي عقيده انت بتفكر تتعب هتاخد. ده يعني قانون الحياه. انا عايز بس اقول للساده المشاهدين احنا بنضحك وبنتكلم عادي لكن قلوبنا بتقطع من جوه. يعني دي حقيقه والله العظيم. ومش عايز اقول لكم كان كريم قبل الهوا كان بيتكلم ازاي وقد ايه ان هو جاي في ظروف مش طبيعيه لكن هي دي الحياه. دي الحياه ولازم نكمل ولازم نمشي. عندنا حوادث كتير. قبل كده كان عندنا 74 واحد اهلاوي مات والحياه مشيت وكان عندنا شهداء جيش وشرطه وشعب وثورات والحياه بتمشي. فمش عايز اقول لكم اسف ان احنا يعني بنكمل الحياه لكن هي دي الحياه. يعني هي دي الحياه فنحاول نتقبلها بحلوها بمرها وان شاء الله ان شاء الله ربنا حامي البلد وربنا حامي شعبها وان شاء الله هنكمل بخير وان شاء الله نوصل للي احنا عايزينه باذن الله. امتى؟ برضو عند ربنا. بس احنا زي ما بنتكلم انا وكريم بنعمل اللي علينا دايما بنكمل الحياه وبنمشي وبنتعب وفي شغلنا هنا بنيجي بنشتغل واحنا زعلانين واحنا قلبنا متقطع وبنضحك وبنكمل الحلقه بتاعتنا والدنيا بتمشي. يعني انا بس حبيت اقول لكم ان احنا عمرنا ما بننسى اللي فات اساسا فتخيلوا النهارده. لكن هي دي الحياه ولا يا كريم؟ بالظبط كده. يعني ما فيش حقيقه ابشع من الموت. ما فيش حقيقه في الدنيا بنقابلها ابشع من الموت. اكيد. تعالى بقى ندخل في الحياه بتاعتنا بقى. في الحياه بتاعتنا شفت الاحداث ازاي الفتره الاخيره دي بصفه عامه بصفة. وبعدين انت بقى يعني جزقها زي ما انت عايز. ماشي الوقت معاك. ماشي يا كابتن. اولا شكرا على تحت الفرصه في فرصه انت ممكن تدهاني ما تبقاش بالمساحه دي. وفرق المساحه لا حضرتك مديني فرصه بمساحه كافيه حتى لما اتكلمنا من قبل الهوا من ساعه ما عرفت ان انا طالب. بص انا هقول لك على حاجه وده حقكم وحق الجمهور. انا دايما لما حد بيبعت لي مثلا فريند ريكويست انا بستغرب قوي لما بقول له شكرا ان انت قابلت انا بقول له شكرا انت ليك. فانا بقول لكم فعلا والله العظيم ثلاثه شكرا ليكم انتوا ان انتوا شباب زي الفل. شباب شغالين جزء كبير قوي من وقتكم بالنادي الاهلي بتدافعوا عنه بتجيبوا حقوقه حتى على الفيسبوك عندكم محبين وعندكم متابعين
اقتنعوا بيكم قوي من خلال ارائكم الصادقه، لان هم الجمهور خلي بالك ما بيحسش اي حد، ما بيصدقش اي حد. فانتوا اللي شكرا ليكم، مش احنا اللي شكرا لكم. لا، ربنا يزودنا السداد اولا على دي مسؤوليه كبيره ان شاء الله. مهما حد شافها سهله، وهي ممكن تبقى تافهه بالنسبه لقضايا كتير جدا مجتمعيه في حياتنا، وده حقيقي ولا ننكر ذلك ابدا، لكن هي مسؤوليه. احنا شفنا القرار بتاع اتحاد الكوره يلضم في الكلام بتاع حضرتك، قرار اتحاد الكوره للاحتقان الجماهيري. فبيسموا دايما الناس اللي بيتسمع لها الكلام او الناس بتقرا لها ان هم الاوبينيون ليدرز، بعيدا عنهم بقى في السوشيال ميديا او لا، الناس المفكرين المجتمعيين، او ممكن ناس بيعتبروا والده حد اكبر منه تمام. وبيسمع له تمام. ده بيبقى عليه مسؤوليه كبيره جدا أكيد. فربنا يرزقنا السداد فيها. ده اولا كبيرة. يعني اتكلم في حته مهمه قوي، خلي بالك. لا لا لا، ده الكلمه سيف. لا لا لا، الكلمه هي اللي جايبه 90% من المشاكل. ده انا كنت عايز اقول لحضرتك حاجه، انت عارف تناول الاعلام كله للازمه، وخلوني انا دلوقتي اقول كلمه ازمه في مشكله اتحاد الكوره، وانا اعني ان انا اقول ان هي مشكله اتحاد الكوره فقط. هي اسمها سجال. لو انت دخلت اي حد طرف في الموضوع وانت بتتكلم عن رياضه، فاسمه السجال الذي حدث. هنا انت بتتكلم عن مهنيه، المفروض ما اسمهاش أزمة اتحاد الكورة. أزمة يبقى ليها أطراف تدخلت في الأزمة، أطراف كلها لها فعل ورد فعل في الأزمة، وده مش متواجد. احنا عندنا جدول واضح ان هي مشكلته الوحيدة ان هو جه يوم 6-1، فهي دي المشكلة الوحيدة استلمناه. هو المشكلة ان هي 6-1 استلمناه جميع الأندية. هو فعلا جه يوم 6-1؟ جه يوم 6-1 6 يناير. اليوم 6-1 ده عمل مشاكل كتير. يوم مؤتمر جوزيه برضو كان 6-1 في العودة في الدوري اللي عملنا فيه كامباك بإذن الله زي الدوري ده إن شاء الله. ربنا كريم. 6-1 هو دي ممكن تكون هي المشكلة، لأن أنا مش شايف أي مشاكل تانية. كل الأندية ارتضت الأمر بدليل إن ما فيش تعليق، مش 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 مثلا ذم او متضايق او ضيق ان في ان على الجدول يعني خالص. هو مفيش اي حاجه خالص. انت ما تكلمش خالص. انت ما فيش اي نادي. لا لا، ده تسلسل الموضوع. ركز معايا حضرتك. انت دلوقتي جبت جدول جميع الانديه تسلمته جالها على النادي. انا مضيت بالاستلام. كل مدير تنفيذي في النادي التابع لي مضى بالاستلام. تمام. تيجي بعدها في الأزمة أطرحت إعلاميا. لما أزمة تطرح إعلاميا، أنا كمسؤول موقفي الرسمي إيه؟ يعني أنا مالي. عضو اتحاد كورة بيطلع يتكلم، هو شغال إعلامي بالليل، فبيطلع يتكلم بصفته إنه هو إعلامي. يقول زي ما يقول. له كامل الاحترام وله حق إنه هو يقول اللي يقوله، بس ما يحاسبش عليه. هو ملوش حق، بس أنا ماشي. ماشي. لا 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 لا، إحنا نقول إن إحنا ارتضينا وقبلنا كمنظومة بأكملها. إن ولا ارتضينا ولا قبلنا، والله يا كريم، بس ماشي. معلش يعني ماشي. خلاص، هو أمر واقع وتقبلناه. نمشيه إن هو أمر واقع وتقبلناه. إن أنت عشان خاطري إن حضرتك إن أنت تطلع بالليل، يعني كابتن عبد الحميد حسن ميدو، عشان مش عايز أضرب أمثلة. كابتن هضرب بحضرتك مثال. كابتن عبد الحميد حسن ميدو موجود عضو اتحاد كورة تمام، إعلامي، وعنده النهاردة مستضيف كريم. يطلع يقول اصلي الاهلي لو حب يأيد فلان الفلاني بكره مش هينفع. غير مسؤول. تصريح غير مسؤول بدليل ان حصل عكسه تاني يوم. فيعني تصريح غير مسؤول. حسبتك انا على ده؟ لا. بتطالبني ليه اطلع ارد عليك بنفس الاسلوب اللي انت طالع تتكلم في الاعلام؟ انا ما جاتليش ورقه رسمي. انا كمسؤول بتعامل مع رسميات بالظبط، ولا جمهور يطلع يقول لي رد، ولا سواء جمهور ناديه او جمهور اخر. جمهور ناديه انا له حق عليا، انا له حق ان هو يطلع طبعا يقول رد يقول، وانا ليا حق ان انا بافعالي كمسؤول ابين له انا ليه ما ردتش في النتيجه. لما تحصل النتيجه تمام. انت هتفهم انا ليه ما ردتش. انا وحصل كتير. وحصل. انت عارف حضرتك النقطه الجميله جدا في كل اللي حصل ده، ان اللي انتصر في الاخر شعار لا يصح الا الصحيح.
هو ده اللي انتصر بالظبط. او شعار اخر بالبلدي امشي هاد اللي احتل عدوك فيك بالظبط تمام. وبرضه انا شايف ان عدوك ده لفظ احنا اتجرينا ليه يعني. احنا ما عندناش اي اعداء, احنا عندنا منافسين, لكن احنا لفظ اتجرينا ليه للاسف في اخر فتره يعني. ما لازم نقعد على الاقل بالطريقه دي. فلا انت اتجريت ان انت تبقى في الموضوع كله كطرف وانت مش طرف. انت النادي الوحيد اللي رديت لما اعلمت بان هيحدث تغيير, رديت وقلت انا موقفي واضح وصريح, انا ملتزم بالجدول. انا عندي سؤال, هنفترض دلوقتي ان الامن لم يؤجل وان الناديين المتنازعين بافتراض, انا دلوقتي بتكلم بلغه اتحاد الكوره, في ناديين متنازعين قدامه. الناديين المتنازعين دول لو كانوا كملوا النزاع اللي هم يعني فيه, انا هلعب في الدوري وانا هلعب في الكاس, كان ايه اللي هيتم, ايه اللي هيحصل لو النادي الاهلي بعيدا عن دور المجتمع ان هو لازم يحافظ على المنظومه لان هو النادي الاهلي له تاريخ وله سوابق في ده, كان هيعمل ايه لو صعد الموضوع؟ انا مستلم جدول, موقفي سليم 100%. مشكله لمين؟ للاهلي؟ لا طبعا, بس خلاص انا حليت مشكلتي كده خلاص كطرف كنادي اهلي. انا ما عنديش اصلا مشكله, انتوا بتحطوني طرف فامر انا لا اعاني منه. وبعدين خلي بالك, عايز اقول لك على حاجه, الاهلي لما اتحاد الكوره طلع الجدول اللي حضرتك كلمت فيه ده والانديه قالت خلاص امين والدنيا تمام خلاص يعني, انا بقويك انت كاتحاد كوره, انا بحترم قرارك انت. الاهلي والاتحاد السكندري انت فاهم؟ لا ده لا, انا كاهلي لما اقول انا متمسك بجدولك حضرتك, انا بقويك انت بجدولك. بقول لحضرتك ان ده مش موقف اهلي بس, بدليل لا هنا هننتقل لنقطه ثانيه مهمه جدا. يوم كان مهم جدا الا وهو لما حصل الاجتماع اللي ما عرفناش ودي ولا رسمي, لكن طبعا رسمي يعني لان في دعوه راحت النادي الاهلي, والنادي الاهلي مش هيبعت ممثل ليه الا لما يبقى في دعوه أكيد. بدليل ان كل الخطوات او كل النتائج اللي حصلت او كل التصرفات اللي حصلت من مبعوث النادي الاهلي هناك مدروسه بالزبط. مش مفيش حاجه في النادي الاهلي ماشي طول عمره بالاصول طبعا طبعا. انت لما رحت هناك ايه تفاصيل اللي حصل؟ تفاصيل اللي حصل حضرتك ان انت كنت عايز, اول خطا حصل كنت عايز تناقش امر مش محطوط في جدول اعمال الجلسه بالظبط, وده دليل ان الجلسه رسميه بالظبط, بدليل رفض الحاضرين مناقشه الامر من الاساس. مش النادي الاهلي فقط لا ده كل الانديه. انا عندي جدول سستمت نفسي عليه وهلعب على اساسه. هنا النادي الاهلي اثبت موقف, ومهندس خالد مرتجي الممثل النادي الاهلي اثبت موقف واضح وصريح بدون تجاوز. سؤال تاني انا حابب اساله حضرتك يعني بما ان انت اهلاوي, لو النادي الاهلي في اي خطوه من الخطوات دي كان رضخ ونزل وكان يبقى له رد فعل غير اللي احنا معتادين عليه, هل النتائج كانت زي ما هي أكيد دلوقتي؟ لا. اكيد لا. لا كان بعيدا عن الموقف الامني كان ايه اللي هيحصل؟ لا الاهلي كان هيبقى في موقف سيء, لكن كل اللي احنا فيه ده قيمه ضبط النفس, قيمه احترامي لنفسي, احترامي قيمه الاهلي طبعا جميل. قيمه الاهلي لا لا لا, هي قيمه الاهلي دي هو خدها كاسم من ايه؟ من تاريخه اللي مين عامله؟ مشجعيه, مسؤوليه. احنا اصلا اجمل ما في هذا العصر او اللي مخلينا صابرين على اي حاجه كمشجعين النادي الاهلي هو ان المسؤول والجمهور عقليتهم واحده, كل المنظومه النتائج هي الفصل ما بيننا. بنوصل للنتيجه سويا كجمهور, ايا كانت وسيلتي انا كجمهور مختلفه ووسيله المسؤول ووسائل مختلفه, وممكن نعترض في النص ونقول لا انت ماشي غلط ولا كذا ولا يعني. في النهايه النتيجه قالت الى ان النادي الاهلي وصل الى مبتغاه, هو ده الحقيقه الواضحه الصريحه, والتزم بجميع ما نص عليه بيانه التاريخي. التزم بجميع ما نص عليه بيانه التاريخي, مفيش كلمه النادي الاهلي مشكلته ان هو مش زي بقيه الانديه. الانديه بتبقى متوقعه ان هي محطوطه في نفس الموقف فرد فعلي هيكون ايه واتعامل على هذا الاساس. لا النادي الاهلي تاريخه بيقول ان هو مختلف.
مش يعني هو النتائج بتقول ان هو احسن, مش هو اللي قال على نفسه ان هو احسن, لا انا بدير بطريقه معينه واسلوب معين ومطبخ الاداري. في فرق بين ان انت تدير استثمارات, وفي فرق بين ان انت تدير انديه جماهيرها يعني اهدى شويه من النادي الاهلي, وفي فرق بين ان انت بتدير النادي الاهلي نادي مؤسسه اكبر مؤسسه في الـ في الـ في الـ في الوطن العربي, مش في افريقيا بس, اكبر مؤسسه في افريقيا وفي الوطن العربي. لا لا, في دور مجتمعي انت كمسؤول. حلو حلو قوي حلو قوي, ده اللي انا كنت اقول لك عليه. الاهلي لما بيتعامل دلوقتي يا كريم ما بيتعاملش ان هو اهلي بس, الاهلي تعدى مرحله الاهلي بكتير. الاهلي بيتعامل ان هو صوره مصر, صوره العرب وافريقيا طبعا. تخيل انت كنت اتجريت للطريق الشتيمه والرد والكلام ده كله, هيقولوا ايه ده خلاص ما كانش في حاجه خالص. يكاد البعض يشوف الاهلي ان هو مختلف, لكن تخيل الاهلي مش مختلف. تخيل الاهلي صح مش مختلف عن 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 الطبيعه اللي ربنا حطها. الاهلي الطبيعي بالظبط الطبيعه. احنا مش مختلفين يا جماعه. انا قبل كده قلت وقلت كتير جدا يا كريم ان احنا مش مختلفين, ان الاهلي ما اخترعش مبادئ, ما اخترعش ادب, ما اخترعش اصول, انا اسف جدا, ما اخترعش احترام للنفس. هو دي موجوده مبادئ النادي الاهلي, ما بكلمه مبادئ النادي الاهلي للاسف, لان في اخر فتره كثر تكرارها كثر تكرارها لخصها. كلمه مبادئ النادي الاهلي مش من لا لا, حتى طرحها في الاعلام ان انت تطرح مبادئ النادي الاهلي وتطلع تهاجم مبادئ النادي الاهلي وتطلع تشيد برضه الاشاده الكثيره بمبادئ النادي الاهلي. الموضوع سهل وبسيط, هي مش منتسبه لاشخاص. كريم اهلاوي جدا او يزعم ذلك, لما يخطأ خطأ هل الخطأ ده يخص النادي الاهلي؟ لا, هو كريم غلط في حياته الشخصيه. الفيصل في ايه؟ لما كريم انتسب للنادي الاهلي وفي امر يخص النادي الاهلي ومشي باصول النادي الاهلي ولا لا؟ ايه معنى كلمه اصول النادي الاهلي؟ ان هو مشي صح بالظبط ايا كان ايا كان ايه الموقف. ما فيش حاجه عصيمه مبادئ النادي الاهلي, يعني انا عدد كاتب دستور 1000 حاجه, ما في مواقف محتاجة استحدث فيها مبادئ النادي الاهلي. هو مش قانون, هو في النهايه مش قانون. مبادئ النادي الاهلي, بص حضرتك, هي في حاجات كده بتتحس, احنا كاهلاويه يعني هي دي المشكله. في حاجات كده انت بتحس نفسك, ودي عامل مشكله كبيره جدا مميز فيها. انا ببص المتناول حتى في حياتي الشخصيه, احنا ليه بقينا اهلاويه؟ يعني لما تكبر وتفكر انت ليه بقيت اهلاوي, ما انت دلوقتي خلاص باباك كان اهلاوي فانت بقيت اهلاوي, بيجي عليك وقت زي ما بتفكر في اي حاجه في الدنيا انا ليه بقيت كده, وبتبقى مخير مقغير. انا ليه بقيت كده؟ لانها متسقه مع نفسي. انا بقعد في الامتحان لغايه اخر ثانيه, انا بحاول الم درجات. انا يعني ايه مبادئ النادي الاهلي او اللي انت بتشوف روح النادي الاهلي هي اللي بتطبقها على حياتك الشخصيه, ما تتجزقش, انت مختار ده وهو ده الحب يعني. بالظبط, جميل جدا الحب. جميل جدا. طبيعي ان انت تبقى مؤدب, طبيعي ان انت تبقى تحترم الناس اللي بيحبوك المفروض. تخيل بقى جماهير النادي الاهلي, طبيعي ان انت ما تبقاش لسانك طويل, طبيعي ان انت تجيب حقك بالادب والاصول, طبيعي ان انت لما ترد على راجل بالظبط, ما تردش على عيل صغير. لا طبيعي انت لما ترد على حد عاقل. انا اسف, موضوع راجل موضوع طبيعي. انا اسف يعني تعقيد, موضوع راجل ده ملوش علاقه بالسن خالص. انت ممكن تبقى كبير وشايب وعايب طبعا. الفكره كلها والله الاخلاق في ظاهرا في اللي بيني وبينك هو لسانك. الاخلاق في ظاهرا بيني وبينك في التعامل هو لسانك. لسانك ده هو انا بحاسبك عليه. احنا عندنا في الصعيد يقول لك ايه, الراجل بيتعلق من على جوبه. راجل انت قلت كلمه انت هتنفذها لو على رقبتك بالظبط, قول الكلمه وبقى قدها. النادي الاهلي لم يتطاول وقال الكلمه وكان قدها. لم ولن برافو عليك, لم ولن. دي سياسه. جمهور النادي الاهلي هيصور على من يتطاول وينتسب للنادي الاهلي, مش شكلنا, مش طب مش احنا خالص, مش احنا يا حضرتك. جمهور الاهلي ده جمهور, انا اسف, رخم رخم مع مسؤوليه. معلش, ده اسمه كابتن محمود الخطيب, وكاريزما كابتن محمود الخطيب احرف واحد لمس الكوره في مصر. ولما جه بقى رئيس النادي الاهلي وخسرنا بطوله افريقيا, مش هقول وصله للراجل, لان الراجل يعي معنى كلمه اهلي وحس زينا اكيد بدليل تصرفاته اللي بعدها. طلع قال ايه؟ الراجل استخدم كاريزمته. دي نقطه انا كنت عايز اتكلم مع حضرتك فيها. احنا بنقول احتقان 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 احتقان,
حاسس ان الموضوع عايز يلم جميع الاطراف وكانهم كلهم متساوون في الخطا. احتقان والانديه ووصلنا لمرحله مبتذله ووصلنا. صحيت الصبح اكتشفت ان احنا مبتذلين. يعني اذا صباح الفل الامن قال ان احنا عندنا احتقان فاحتقان. مع ان انا كدوري كاعلامي نبحث اسباب الاحتقان. ان انا امنع لو في ايد ان انا والمشكله في ايد امنع. يعني انا كاعلامي في ايد ان انا امنع حاله الاحتقان. بالظبط. مش انجرف ليها ويوم ما يجي الامن يقول ايه اللي انتوا او اتحاد او اتحاد ماشي فيجي يقول ايه اللي انتوا بتعملوه ده. انا اول لحد ان انا ما اعملش حاله احتقان او ان انا ابعد حاله احتقان اساسا. انت عارف حضرتك وانت مش طرف. انت عارف يا كريم مره قلت لهم يا جماعه على الهوا ربنا يدينا طول العمر ومن سنين السنين الاهلي يعني بقاله كام سنه ما شاء الله. انا عايز مره واحده بس مره واحده بس الاهلي اثار مشكله مره واحده بس الاهلي بدا بمشكله. نفسي بس اعرف مره واحده بس يا جماعه الاهلي حط يعني الاهلي حط مشكله وقال لا انا عندي مشكله انا هعمل مشكله خالص. انا او الاهلي او اي مسؤول الاهلي طلع مثلا قل ادبه او طلع مش قل ادبه طلع تجاوز ما ليه بقى ليه بتحطونا كطرف؟ احنا عمر ما كان عندنا من حسن حظنا عمر ما كان عندنا مسؤول لعان او سباب او عمره ما كان في مسؤول او حد انتسب للنادي الاهلي كان كده عمره. الناس دي بدري لو انتسبت للنادي الاهلي بدري بتبان وما بتبقاش متواجده. يعني التاريخ اللي بيقول مش احنا انا بس بتدخلني في حاجات انا ماسك لا 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 انا حضرتك يعني لا. وبعدين كمان يا كريم انت بتتكلم في ايه؟ انت بتقول عمر ما حد طلع تجاوز عمر طبعا. بتتكلم في اللي ماسك الاهلي مين؟ لا 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 قامات لو قالوا هيلاقوا ألف وراهم يقول ما ألف مين هيلاقوا ملايين بس هيلاقوا ملايين بس. لكن احترام الناس قبل احترامهم هم كمان طبعا. لا يعني هو بيحترم هو احترامه للناس واحترامه لنفسه هو حاطط نفس الحسبه يعني هو لا لا. انا بس كنت عايز اقول لحضرتك نقطه بس في الحاجه اللي فاتت. لما انا اجي اساوي كل الاطراف ببعضها كاعلام مش عايز اذكر ناس بعينها يعني هم اكيد كل واحد عارف نفسه يعني وعارف برضه الاسباب هو ليه قال كده. ناخد الطرف اللي يخصنا ان احنا مالناش علاقه بالاطراف الاخرين. احنا عندنا مسؤولين النادي الاهلي جميعا بلا استثناء على راسهم كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب كان ايه دوره؟ شخص عارف يعني ايه النادي الاهلي فظهوره تلفزيوني شبه منعدم او نادر في المرات القليله جدا اللي ظهر كل مره كان يحس الجمهور على عدم التجاوز. ده اقوى واحد اذا اعتبرنا ان هي ازمه اقوى واحد ذو كاريزما وسط كل اطراف الازمه النادي الاهلي ومسؤوليه وكابتن محمود الخطيب كشخص كلاعب كوره استخدم كاريزمته دي. هو نفس المشهد اللي كان بيعمله هو لعيب كوره مع كابتن حسن شحاته وهو بيمسكه من ايده يا جماعه لا خلاص يبقى خلاص بلاش تجاوز يبقى بلاش تجاوز هو لا يستحق فهو لا يستحق. كل مرة يدعو جمهور النادي الأهلي إن بلاش هو مش عايز الاحتقان ده دور المسؤول وده الفرق ما بين مسؤول وغير مسؤول. ده الفرق ما بين مسؤول وغير مسؤول. إنما إن أنا أطلع وأجمع الدنيا وأمتاز بالسوفسطائية الشديدة السوفسطائية الغير عادية ده أمر يعني بيخليني أدخل المواضيع كلها في بعضها وأشتم ده وأقول على ده كذا وأقول على ده عمل كذا وأقول على وكله كلام مرسل وكله كلام مصادر. أنا كمسؤول للنادي الأهلي أطلع أرد عليه إزاي؟ أنا كصحفي ما أطلعش أرد عليه. أنا كصحفي في جريدتي مش على السوشيال ميديا ما أطلعش أرد عليه. ما أدهوش المساحة إن هو يتشاف أكتر مما هو عايز يتشاف. هو ان انت تقول اسم النادي الاهلي دي في حد ذاتها ماركتنج لنفسك. انت بتسوق نفسك بسلعه بايعه نفسها بنفسها. سلعه انت بتقولها خير شر محدش هيسيب النجوميه ويمشي بسهوله. محدش هيسيب الاضواء ونجوميه النادي الاهلي ويمشي بسهوله. وده قدرنا ولازم نتعامل مع هذا الاساس. بس يعني ده النقطه. انا عايز كمان ااكد على كلامك يا كريم في شخصيه الكابتن محمود الخطيب وقد ايه هو فعلا عمره ما سعى الاحتقان او عمر ما الفكره اساسا جت في دماغ حد في النادي الاهلي اساسا. لما كنا في المنصوره وهو بيتوج كشخصيه 800 سنه منصوره لما اختاروه محافظه الاهليه وجامعه المنصوره العريقه الكبيره اختاروا الكابتن محمود الخطيب كشخصيه ل 800 سنه
بس الموضوع ده هتكلم فيه، الموضوع ده يعني هتكلم فيه ولازم ياخد حقه مننا تحديدا كمان، لان انا شفت كنت شاهد عيان على اللي حصل في المنصوره، وجمهور المنصوره انتوا عارفين بقى الاهليه محبين قوي للحاجه الحلوه، والحاجه الحلوه دايما بتكون في النادي الاهلي والكابتن محمود الحاجه الخطيب. المحترمه برضه بيمثل حاجه عشان الحلوه عشان انا شايف ان اللسان والاحترام والادب بالزبط. هو اللي جاب الحب ده بالظبط يعني بالظبط. فانت عارف الجمهور بتاعك برضه حاسس قد ايه انت عانيت تمام، وقد ايه انت كل من هب ودب قال ادبه عليك، وانت التزمت التزمت الصبر والتزمت حدودك، وقد ايه كنت واجهه مشرفه كالعاده. اصعب حاجه انك تتحكم في اعصابك وسط ضغط طبعا طبعا، او ما يميز رجل عن الاخر هو الكنترول اللي انت حضرتك بتتكلم بالزبط فيه بالزبط. هو يعني الناس اللي هي بيقولوا عليهم مجانين، يعني لما تقول على واحد اصل ده مجنون، ما هو بني ادم طبيعي جدا في العادي بس مش عارف يتحكم في اعصابه بالزبط. ما انا جوايا طاقات نفسي اطلعها حاليا وانا مع حضرتك ولكن مني والله العظيم يعني. ولكن انا وحضرتك نجتمع في منبر وقناه النادي الاهلي انا وحضرتك نجتمع، يبقى نتكلم باسلوب وبما يليق بالزبط. وبما يخلينا نحترم نفسنا والمشاهدين والنادي الاهلي. برافو عليك، يعني حاجه شرحه نفسها بنفسها يعني. برافو عليك. ففي وسط الاحداث انت عارف بقى الجمهور حاسس ان كابتن الخطيب داس معانا جدا عليه وهو ساكت وصابر، فالجمهور بيطلع لا بيزه بقى، فقال لهم لا وقف، قال لهم لا خالص، مع اننا احنا انت عارف يعني انا شفت الفيديو لا ده ثلاث مرات لا لا ده كمان ده كمان جوه كمان ده كان جوه كمان موضوع تاني بقى، خلي بالك كان جوه موضوع تاني خالص يعني لكن زي ما انت بتقول فعلا ده اللي بيفرق راجل عن راجل، ده اللي بيفرق عن مسؤول عن غير مسؤول. كلام انا بصراحه انا ببقى مبسوط بيك وطار من الفرحه، انا مش عايز اتكلم خالص. احنا يعني كلنا سعداء، فارس وكيشو كانوا سعداء جدا وادوني انطباع قبل ما اجي ان انا هبقى مرتاح، وقد كان. لا ده مكانكم ربنا يخليك. تعالى عايزك تشرب الشاي، نطلع فاصل ماشي. نطلع فاصل مع برجاوي، نشوف تقرير مع الدكتور اشرف صبحي ووزير الشباب والرياضة، ونرجع لحضراتكم نكمل مع النجم الجميل اللي مشرفني كريم رزق. على روح الدكتور خالد توحيد وحادث قطار رمسيس. السلام عليكم جميعا. طبعا بأكرر زي اللي زمايلنا قالوه ومن القلب بننعي بمزيد من الحزن والأسف هذا الحادث اللي تم صباح اليوم، وطبعا كان في تحرك سريع جدا من خلال دولة رئيس الوزراء وطرف المجلس الحقيقه وبعض الوزراء المعنيين للاطمئنان والمتابعه الحثيثه جدا، لان هو حادث وحادث يعني مش ممهد وحادث حادثه، لكن الحادثه ثقيله شويه وكبيره شويه، واكيد في متابعه لكل اللي في المستشفيات واللي موجودين، وان شاء الله ان شاء الله يعني ما يتكررش هذا كثيرا، وربنا يرحم اللي توفى ويشفي المصاب. المنطقه اليوم دي اكتر من هدف، لكن زملاتنا او الزملاء في الوزاره حابوا ان هم يقولوا انجاز. هو انا يمكن في حريه للزملاء في العمل وديليجيشن زي ما بيقولوا او تفقيد سلطات، لكن هو عملنا يعني هو ليس انجاز، لكن هو الوضع الطبيعي ان احنا نكون في مجال عملنا. بس يمكن رؤى الفترة اللي فاتت أو الرؤية اللي موجودة من البداية إكمال برضو استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لكل من سبقونا، مع تطوير مرتبط بحاجة العصر وحاجة الوقت. أكيد كان من أول أسبوع حطينا رؤية عامة لشغلنا في الفترة اللي هنبدأها يعني، ونظمنا الرؤية دي في مجال القطاعات الشبابية وفي مجال التطوير والقطاع الرياضي. والقطاعات الشبابية قلنا ان احنا ندخل كل مجال وهنهتم بالتقسيم المراحل السنية وهنتفاعل مع المعدلات الرقمية. احنا الشباب لو بنتعامل لغاية 40 سنة حددنا لغاية 39 سنة 40 مليون، احنا ازاي نوصل لهذه الشرائح، ولما نوصل لما بعد
لان حتى يعني تعريف العمر التكنولوجي للامم المتحده قال سن الرشد لغايه 60 سنه زائد الجزء الانساني المفروض وزاره الشباب والرياضه بتعمل فيه في المجالين. مجموعه من الشباب زي مبادره تحيا مصر وجابوا ناس من الخارج زي كل المبادرات اللي موجوده زيها بالظبط. الاستاذ محمود شاوي نموذج جيد جدا للشباب الصحفيين اللي لما يعني بفر كده على الفيسبوك واشوف الاراء الزملاء كلهم بيحيوه بيحترموه جوائزه الدوليه. فهو في الحقيقه كان مبادر بموضوع فكره التميز، وعلى اعتبار ان ده بيحصل بره وغيرتنا دايما ليه ما نبقاش احنا مبادرون للافكار، ليه ما نبقاش في كل مجال يعني. فبالتالي المبادره قلنا له لا انت، انا على المستوى الشخصي قلت له انت اشتغلها المبادره وفكر فيها وهات المنتج بتاعها، احنا نساعد بكياننا التنفيذي نكون بس سبورت لكن انت اللي تعمل واحنا نسند معاك. وبالتالي في اطر شرعيه معانا زي الرابطه، لان احنا بنتشرف ان رابطه النقاد والصحفيين هي ممثل شرعي للمنظومه. فبالتالي احنا انت فكرت احنا وراك يا استاذ محمود ومعاك، وكمان متواصلين مع الرابطه علشان هي كمان من اهدافها تنوع وتطور عملها فيما يخص الرياضه، واحنا المجال الرياضي فالنموذج اللي بدي فور اكزامبل عليه او النموذج دي هو اللي بنقوم بيه في كل مجال. المبادر بيجي بنشوف ايه الامكانيه الفكره عشان تنقل لحقيقه ليها بعض المعايير، يعني ممكن يكون في افكار لكن هي مش تنجبل مش ممسوكه فمش هنقدر نحولها الى موضوع يمكن تطبيقه، لكن الافكار اللي بتنقل الى موضوع يمكن تطبيقه اكيد بنفلترها في اجهزه وادارات بتاخد يعني الموضوع ده وتبدا تشتغل فيه بشكل كبير. انا حبيت يعني احط نقطه للرفض لكن مش المجال ان انا اتكلم على الجائزه التميز الصحفي والاعلامي للشباب الصحفيين في الحقيقه، لكن لما ارجع تاني من ضمن رؤانا اللي كانت موجوده في الرياضه ان طبعا الشباب احنا داخلين في الثقافه في الفنون في الاداب في كل حاجه يكون فيها الشاب المصري احنا موجودين. يسعدني ويشرفني ان اتواجد في هذا المكان لاطلاق فكره شبابيه 100%. وهنا لا بد وان اوجه الشكر لاهلي قبل الحديث في تفاصيل المسابقه. اشكر الاستاذ العزيز الدكتور الفاضل اشرف صبحي لتحمسه الشديد لاطلاق اول جائزه لشباب الصحفيين والاعلاميين في مصر. وهي أول جائزة توجه للشباب بشكل خاص في هذا المجال الصعب والذي يحتاج المنتسبون له التقدير الأدبي من آن لآخر، لأننا في النهاية في مهنة الزائر تحتاج دوما للتشجيع. ترجع حكاية الفكرة إلى كلمات رقيقة تلقيتها من معالي الوزير الذي دائما ما يشيد بأي شاب ناجح نجح في رفع اسم بلدنا الحبيب. وعندما اكرمني المولى عز وجل بجائزه الصحافه العربيه كان الدكتور اشرف صبحي اول المهنيين. وبعد تولي سيادته للوزاره بعده اشهر عرضت على سيادته الفكره، فكره تشييم جائزه لتشجيع كل مبدع وكل صاحب موهبه في الصحافه والاعلام. وعرضت على سيادته المشروع كاملا، لكن الوزير وضع الكثير من البصمات المفيده عليه. أشكر كل من تعاون معنا داخل الوزارة، كل الشكر والتقدير للأستاذ الفاضل محمود الجراحي، الدكتور تامر عبد العظيم مدير المكتب الفني والذي أرهقته كثيرا في هذا الملف، الدكتورة أمنية فخري وهي بالمناسبة بطل مصر الخماسي الحديث وعضو المكتب الفني للوزير بجهودهم البالغة معه. اهلا بحضراتكم من جديد. ده كان تقرير عن الدكتور اشرف صبحي في المؤتمر النهارده، ولسه منورني مشرفني الناقد الرياضي الشاب كريم رزق. كريم اهلا بيك مره ثانيه. اهلا بيك يا كابتن. نكمل بقى. اتفضل. اتفضل انت. اتفضل دلوقتي بتاعك كله. انا كنت عايز برضه اتكلم في عزم اتحاد الكوره دي. حاله جمهور نادي الزمالك حاله غريبه، تناول الموضوع غريب شويه واعلامي، و هنا بقى له اعلام رسمي من الزمالك فبالتالي بيقولوا انا سمعت مع انت لما بتاجر
بيبقى رسمي، ما دام انت اللي دافع يبقى رسمي لو انت اللي دافع. فانا كنت عايز اتكلم عن الاعلام الرسمي وصياغته وطريقه كلامه وطريقه تناوله للموضوع. نادي الزمالك لو كان لعب الجوله بتاعه الكاس اللي كان مصمم مين عليها بقيه الاطراف، كان نادي الزمالك وهو حاليا يعاني جدا 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 في بطوله افريقيا كان هيبقى ايه وضعه؟ كانت هتبقى مشكله لما خاصه وبعدين هسافر انجولا السفريه 7 ساعات وترانزيت ومشكله كبيره. يعني هو ممكن ما يكونش سافروا انجولا او الجيل ده ما سافرش مثلا السفريات اللي من النوعيه دي. حتى ده موضوع صعب يعني ان انت ما عندك لعيبه معظمها ما لعبتش افريقيا وبتاخد الخبرات بدليل عدد النقط الضئيل جدا. دي مشكله. لو كنت لعبت بقى ماتش الكاس جوله الكاس بالظبط الموضوع كان هيبقى صعب، كان هيبقى صعب جدا. احنا متعودين على الكلام ده. يبقى النادي الاهلي عشان جمهورنا برضو، احنا باشمهندس عدلي دايما يقول كلمه بحبها يعني جمهور الاهلي بقى خفيف، بقى خفيف قوي جمهور الاهلي بقى خفيف. احنا بقينا حساسين زياده عن اللزوم، بنخاف جدا عن النادي الاهلي. الكلام ده صح بس الموضوع بقى زياده عن اللزوم. يعني سيبوا الناس تطلع وسيبوا الناس تتكلم وسيبوا في الاخر نشوف النتائج. ايه اللي هيحصل؟ ايه جمهور الاهلي بيستفز من ابسط الحاجات. جمهور الزمالك سايب كل المشاكل وراح لجمهور النادي الاهلي، اصل انتوا ما رضيتوش تلعبوا، اصل انتوا ايا كان اللي هيقولوه. انت يا سيدي الفاضل لو كنت لعبت كان هيبقى ايه وضعك؟ مش بعيد او الارجح ان انت كنت خسرت البطولتين اللي انت بتلعب عليهم. انت محتاج في انجولا فوز، لازم يعني فوز ان انت ما فيش حل تاني عشان تحاول تصعد او تكمل بقيه المشوار يعني. فمنين؟ ومالكش خلفيات سابقة في أفريقيا تقول إن أنت كنت أخير مجموعة وطلعت بقيت أول مجموعة. كل دي عوامل أنت كجمهور نادي الزمالك عادي جدا مش فارقة معاك. والله يا كريم أنا ساعات بعذر جمهور الزمالك، بكلمك بجد يعني ساعات بعذرهم قوي. تخيل هم يعني بعيد جدا عن أفريقيا بقالهم كتير جدا ما خدوش بطولات أفريقية، والدنيا بعد ما كانوا في الدوري فارقين يعني قربت جدا نقط كتير جدا، فهو ملوش متنفس اساسا ان هو غير ان هو يمسك في اي حاجه فيك بقى بالظبط. فانا بعذرهم بصراحه. هو بس ده مش عذر، هم مش كانوا زايدين عنك في الدوري كتير يبقى يركز في فريقه؟ ما هو ده دي المشكله. ما حصلش دي المشكله. تعذره لو كان ركز في فريقه لم يحلفه الحظ، تعذره لما يكون مركز في فريقه ولم يحلفه الحظ في ان هو ان هو يجيبك او كده. خلاص لا انا اديت قد ما كنت عايز وعملت اللي عليا وخلاص ما حصلش نصيب فبيطلع مني بعضا من العصبيه او ما شابه. لكن تبقى راكب على حد قولك الدوري وفارق بعدد النقاط ده وتختلق ازمات للمنافس، تختلق بمفهومها تختلق انت ازمات للمنافس، دي جديده. دي المشكله. بس بطمن بيها. انا بطمن بيها. طول ما هي موجوده يبقى ما فيش اي شيء تغير. انت عارف الغزاله اسرع من الاسد؟ عارف المعلومه دي؟ لا. الغزاله بيقولوا اسرع من الاسد. الغزاله ممكن تجري وتسبق الاسد لكن هي كل شويه تبص وراها يروح الاسد واكلها. هي كل شويه تجري تروح بص وراها هو الاسد واكلها. هي دي فبيبان يعني. لا وحلو تشبيهك برضه وامثلتك جميله يعني. انا اقول لك على مثال حلو جدا عشان نقفل القصه دي خالص. نقفلها خالص. اللي بيتحجج اصل الاهلي حكام، اصل الاهلي مش عارف بيجاملوه مين، اصل الاهلي مش عارف بيجاملوه. النهارده والله العظيم وانا جاي في الطريق افتكرت ماتشنا مع الاهلي لما كنت بلعب في امبي، الماتش لما الدوري ضاع من الاهلي والزمالك خده. خلي بالكوا احنا جايبين لكم دوري، ها دوري. يعني المفروض 11 دوري واحنا الدوري بتاعنا امبي ماشي. عارف انت بتلعب في وسط جماهير اهلي، احنا كامبي ما عندناش حد بيشجعنا اساسا خالص، رايحين احنا رايحين بنستقوى جمهور الاهلي احنا كامبي كمجموعه امبي. ومش عايز اقول لك انا كان مش عارف كان مين اللي بحكم، كان الكابتن رضا البلتاجي باين وائل جمعه اداني بالبنيه في وشي قلت له شايف؟ قال لي لا مش شايف. هو شايف يعني هنقول بص كل حاجه كانت ضدنا وكسبنا علشان ما بصيتش هو. لا 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 سيبك من الكلام ده خالص، اكسب يعني انت اكسب وخد الدوري، يعني خد الدوري محدش ياخده منك. اكسب محدش يرغي لك اجوال، لكن كل شويه بقى تقول اصل الاهلي حكام. طب ما انا بقول لك هو امبي وادينا لكم دوري، مش بعيركم والله العظيم، انا بقول لك يعني هديه. انت بتلعب وكنت بلعب في وسط ضغط جماهيري جدا يا كريم وحكام عايزين الاهلي يكسب، احنا بقى كنا معترضين كده بقى والدنيا كلها ضدنا وكسبنا. حد خد الدوري مننا؟ لا. حد قصدي خد الثلاث نقط مننا؟ لا. ما حد خد الدوري من الزمالك قال له مثلا انبي جايب لك الدوري؟ مفيش فريق يخسر بطوله بالحكام،
ده عم هتخسر. ده اللي بجد، ده والله العظيم، والله العظيم بكلم جماهير الزمالك بجد. انت لو كسبت محدش هيقول لك هات الثلاث نقط. هو على ذكر انت لو خدت بطوله محدش هيقول لك خدها. على ذكر المباراه دي يعني وذكر نادي الزمالك، كان مين بيدربكم؟ مش فاكر والله. احنا طلعنا عليك كابتن طه بس كان بيدربنا احنا امبي. امبي لا امبي انا، انت بتقولي لا انا عليكم انتوا، كان بيدربكم طبعا زمالك. عمرك حسيت فيه عشان هو كان بيجي قناه نادي الاهلي كان ضيف دايما فيها زمان اول ما فتحت يعني، وكنا كلنا بنسعد بيه. فاحنا طلع عليه عمرك سمعت اساء لحد ابدا؟ وبالتالي عمرك سمعت رد فعل سيء من جمهور نادي الاهلي؟ الاهلي بيعشقه. بس كابتن طه بصري رمز وقيمه واحترام، كابتن حماده حريه امام، كابتن على فكره مسؤولين نادي الزمالك زمان رغم الاختلافات الشديده في السياسه والاداره لكن الاحترام كان طبعا. كابتن حسن شحاته الناس الجميله دي. لا وحتى اداريا، ما هو اداريا وحتى اداريا انت عشت كلها عصور يعني، كنت تلاقي رئيس مجلس اداره ورئيس اتحاد كره زملكاوي وفي نفس الوقت حكيم عامر مثلا بالزبط يعني بالزبط وفي نفس الوقت الاهلي مش متضرر وهو والامور. انا عشان كده بقول لك انت اكسب ما تبصش وراك. هي المشكله ان ده زي ما انت بتقول بس ما هيعملوا ايه طيب؟ لا وفي ناس كثيره واجهت المشكله دي يعني. كابتن حسن شحاته قال خاطب جمهور الزمالك انه لازم نطلع من هذه سماها بعقده الاضطهاد. او يعني هي الشخص اللي بيبقى عنده بارانويا عموما يعني الانفصام انواعه كتير، في من ضمنهم نوع لما بيبقى عندي جنون العظمه ان كله مضطهدني برضه. انا وانا 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 في نفس الوقت برضه كله مضطهدني. موجوده هتفضل طول عمرك عايش فيها. انا طول ما هي متواجده ببقى كاهلاوي مطمن يعني مهما تاخرت ومهما حصل لي دروب، لان انا كده كده هيحصل لي دروب كده كده. النادي الاهلي والرياضه والنادي الاهلي مش جاي يخرق نظام الرياضه. الرياضه مكسب وخساره. النادي الاهلي بيحاول يبقى سباق في الرياضه، سباق في المنافسات، يفضل هو الاول على طول، مستوى طموح جماهيره مختلف نوعا ما بسبب تاريخه، بسبب قيمته، بسبب قدره المجتمعي، كل الكلام ده هو ده الفرق ما بين الاهلي والزمالك. لكن حقه مشروع يعني، نادي الزمالك لو بص كويس وركز على اخطائه. انا دايما كنت مبسوط يعني، بحب اربط مثال واحد فقط الا هو كابتن يعني لعيب في نادي الزمالك كابتن باسم مرسي، كان بيطلع يستفز جمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي بيتبادل معاه الاستفزازات على السوشيال ميديا. جمهور نادي الزمالك كان بيبقى مبسوط جدا جدا باي حد يستفز النادي الاهلي طبيعه يعني. انا برضو المنافس بتاعي برضو مش عايز اعيش في هدوء. فكانوا بيبقوا مبسوطين بيها. فبقى باسم الحاسم بقى هداف الدوري بعديها بسنه، لا بعديها بشهرين، للتعامل الخاطئ من قبل الجماهير مع اللاعب، واللاعب مميز جدا وعنده قدرات فنيه اثبتها على مدار الموسم. ما قدرش يكملها. ليه؟ يكمل على نفس المستوى بسبب تعامل الجماهير. النادي الاهلي انا فاكر كابتن عماد متعب، اسمه كابتن عماد متعب. احنا عندنا مشكله انت مهاجم وعارف عندنا مشكله كانت من بعد كابتن حسام حسن ما مشي ان القطاع ما طلعش مهاجم. ودي حته عند النادي الاهلي جوه يعني اللي عايش في النادي الاهلي جوه هيفهمها. في عمود فقري كده لازم يبقى من القطاع. فمستنين جه حماد متعب، اول سنه كسر الدنيا واصغر هداف في تاريخ الدوري المصري. تاني سنه الامور ما بقتش تمام. الجمهور جوه بعت له مسج مش عايز اقولها، يعني هي ما فيهاش تجاوز. يا متعب يا ابن الحلال ابعد عن فنان فلان فلان يعني. ابعد عنه. جمهور الاهلي وايه؟ انا واخد افريقيا؟ ايوه واخد لا راجع من سيزون عجاف. امام متعب ده فعلا بطل متعود، ده هداف وعمل كل حاجه، مش خد لي دوري، مش بقى هداف دوري لا لا ويعني ايه منتخب مصر وبيلعب على اسماء زي احمد حسام ميدو وزي عمرو زكي وزي لا بيلعب اساسي. كانوا مسمينه الفتى المدلل. جمهور الاهلي تعامل معاه ازاي؟ كان يغيب بسبب هذا التعامل، يغيب ويغيب عن مستواه، تلاقيه في الماتشات الكبيره زي ماتشات الاهلي والزمالك. انا وحضرتك كنا لسه بنتكلم عن ماتش 4-3 دي، 6 شهور ما سجلش، 6 شهور طلع من تحت الارض بيجيب جون ما يعرفش يجيبه غير عماد متعب بالزبط. وهو فورمته وهو مركز بالظبط يعني ايه هو عماد متعب بس مركز عماد متعب. فدي اللي بيعملها الجمهور. ابو تريكه بقى، ابو تريكه بعد العطاء النادي الاهلي بيتميز بحاجه مهمه جدا الا وهي ايه؟ القدر او المكانه يتناسب طرديا مع حجم العطاء وعكسيا مع حجم اخفاقك معاه. طبعا
يعني انت هتبوظ الدنيا وهتبقى مش كويس معايا فانا مش هبقى كويس معاك. انت على قدر التنازلات يعني، بمعنى اصح على قدر التنازلات. انت تنازلت، لا انت شوف دلوقتي مكانه وليد سليمان فين. اللي انا نفسي من ناصر الماهر، خلينا نتكلم بقى في النادي الاهلي شويه، نفسي بقى ناصر الماهر لما ياخد مثال قدامه يبقى كابتن وليد سليمان. مقدار العطاء انا في تجديد ما بتكلمش، لان حسب حلو اهو، لا رزق بيد ربنا وانا اسمي وليد سليمان لكن سبب نجوميتي انا عارفه كويس قوي، انا هو النادي الاهلي. زي انا كريم رزق الله ما كنتش هبقى قاعد قدام حضرتك، او ما كنتش حد يعرفني، او ما كنتش هتشرف بلقاء حضرتك الا باسم ربنا خلي حضرتك الا باسم النادي الاهلي. يعني دي حاجه كده مفروغ منها. اللي ما يعرفش ده، يعني احنا كان عندنا حاجه في السياسه التعاقديه انا والله ما اتكلمتش فيها مع حضرتك اهو على الهوا، بس انا هتكلم معاك فيها. يعني النادي الاهلي لما بيجيب لعيب يمضيه في الفتره الزمنيه اللي حضرتك كنت فيها، اللي هو الدنيا كلها تعي معنى الاحتراف، العالم كله يعي معنى الاحتراف، واحنا دخل لنا مفهوم في مصر كلمه صفقه، الانتقال باسم صفقه، قلنا شيخنا عادل القيعي. النادي الاهلي لما كان بيجيب لاعب، اول سؤال انت اهلاوي عايز تلعب في الاهلي؟ اول سؤال، اهم سؤال قبل ما اعمل اي حاجه. انا عايز العب في الاهلي. طب تمام امضي، انا ما اتكلمتش معاك في بنود، ولا انت كلاعب ليك عين، انا اسف هو حق ليك، لكن انت كلاعب يعني خلاص والنادي الاهلي وجابني وبتاع، اكيد بيقدروا الناس، اكيد بيقدروا الناس دي، اكيد بيقدروا الناس ماديا وغير ماديا. اللي يجي يقول لك اصل ابو تريكه وخد حب الناس، لا لا، كل الناس خدت، ما فيش على راي كابتن ثابت ما فيش حد لعب ببلاش. انت خدت نجوميه وخدت اسم وخدت شعبيه وخدت، اكيد ما لعبتش ببلاش، خدت فلوس وربنا يزيدك ويبارك لك فيها. كابتن وليد سليمان مثال لده. يعني كابتن وليد سليمان انا شايف ان القدر مصمم ان كابتن وليد سليمان يبقى هو نجم الرقم 10 ويعتزل على هذا القدر، يبقى اوحد في التوقيت ده. نحس بان هو النجم، طاقه الجمهور كلها تطلع مع العطاء بتاع وليد سليمان، مع العطاء بتاع حسام عاشور، ما يبقاش في حد ما يستحقش يقاسمهم ده. فهو قدر احنا شايفين ان هو صادف معانا كويس جدا. بمناسبه ناصر الماهر يا كابتن، عايز اتكلم عن فرقه 97 عشبال النادي الاهلي. تمام؟ فرقه 97 او ناصر الماهر الناس لازم تصبر عليه، احنا ياما صبرنا على لعيبه كبيره ولعيبه كويسه وما نقدرش نقلل من قيمتها الفنيه، صبرنا عليها كتير عشان توصل للمستوى اللي انت عايز تشوف ناصر الماهر بيه حاليا. ناصر الماهر جوهره، خلي بالك جوهره، ولازم هو يقعد يدوس على نفسه، وانا شايف ان هو بيدوس على نفسه الفتره اللي فاتت دي، وكان ما كانش ياخد 90 دقيقه، وكان كمان حمدي كمان اللي طلع من تحت دلوقتي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله حمدي راجع، احمد حمدي كورته هاديه ولعيب لعيب تقيل، لعيب اهلي. هو دي فكره لعيب القطاع يا كابتن، دي اللي وصلك افريقيا برضه، لعيبه انت رجعتهم من القطاع سواء ايمن اشرف او اسلام محارب او 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 لعيبه القطاع النادي الاهلي اللي شرب بالنادي. على فكره مش شرط يبقوا قطاع، بس المهم ان انت تشرب. احنا فعلا كنا كريم بتحط لما رحت النادي الاهلي عن نفسي وكل اللعيبه اللي كانوا معايا كده، عمري ما شفت حد في النادي الاهلي كان بيتكلم في فلوس في عقود. لما انا اتحط لي المهندس عادل كان بيقول لي عايز كام، قلت له كام مين يا باشمهندس؟ بالظبط. انت بتتكلم في، على فكره بالمناسبه يا جماعه، عشان انا يعني طلع مسؤول كبير، يعني المفروض ان هو مسؤول كبير، قال ان انا كنت بجري عشان اروح نادي الزمالك. والله العظيم الكلام ده ما حصل خالص، لا الزمالك ولا الاهلي، لان انا لعبت 25 سنه وما كانش في طموحاتي اصلا ان انا اروح زمالك او اهلي. لما الاهلي قال لي تعالى، طبعا دي كانت قمه الفرحه بالنسبه لي، فنبطل بقى اي كلام بقى. طب ما هو اكبر رد تواجد حضرتك هنا ده فضل من عند ربنا. تمام. ان انا هنا عشان ابقى متواصل مع الناس اللي هم الاهلاويه اللي انا بعشقهم فعلا وبعشق المكان. وانت قد ايه عارف يعني ايه عشق الاهلي بصراحه. الحمد لله. انت الحمد لله. نورتني وشرفتني. شكرا لحضرتك. انا اللي ورب ان شاء الله يبقى لكم مكان اساسي هنا، وان شاء الله انا شايف ان انا بس إن كنت عايز في نهايه الحلقه بعزم حضرتك، يعني انا يا استاذ خالد توحيد اتشرفت قبل وفاته، ما لحقتش فتره كبيره من عمره وحياته ان انا اتعامل معاه، ولكن كان ليا بعض اللقطات معاه اتشرف بيها جميعا، اتشرف بكل كلمه قالها لي حتى لو كانت نصيحه. كان في وقت من الاوقات عايز يعلمني يعني ايه العمل المؤسسي، ودي حاجه فهمتها بعدين، فهمت فضله عليا بعدين من مواقف بسيطه جدا. رحمه الله عليه، مؤسس من مؤسسين هذا المكان، من مؤسسين مجالس، لو هنعتبر ان في حاجه اسمها مجلس تحرير للخطاب الاعلامي للاهلي، فهو استاذنا كلنا رحمه الله عليه. يعني
اكيد يا كريم، بشكرك جدا ودايما منورين ومنورنا في اي مكان بتمثله. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا لحضرتك، تكرر باذن الله كتير باذن الله. شكرا لحضرتك. دي كانت نهايه فقرتي معاكو. عايز اقول لكم حاجه قبل ما اقفل بس ونستقبل عمر ربيع ياسين عشان يكلمنا في الاخبار العالميه. عايز اقول لكم احنا بنهزر مع بعض، احنا جماهير اهلي وجماهير زمالك، لكن انا بالنسبه لي والاهلي عموما كده، الجماهير عموما في كل مكان خط احمر بالنسبه لنا، خط احمر. احنا نهزر وننكش بعض ونقعد نتكلم مش عارف ايه ونتريق شويه، لكن انتوا او الجماهير الاهلاويه وجماهير الزملكاويه وكل الجماهير اخوات في الاول وفي الاخر اخوات، ولا يمكن لا يمكن اي حد ممكن يفرق بينا غصب عن اي حد. هنفضل اخوات وهنفضل حاجه واحده. احنا بقى ننكش بعض اهلي وزمالك وكوره ومش عارف، لكن في الاول وفي الاخر احنا اخوات، والا الجماهير احنا بنهزر في الاول وفي الاخر. وان شاء الله نفضل كده على طول، وان شاء الله الرياضه المصريه دايما في تقدم ودايما لفوق. اخر حاجه برضه هقولها لكم، رد فعل النهارده كان غريب جدا بالنسبه لي لما قالوا ان احنا بصراحه الجواب الامني اللي جه كان حاجه جميله جدا. كان حد في اتحاد الكوره قال كده، وبصراحه شال الاحتقار، راح جميع الاطراف. طب انتوا فين؟ ما كان القرار في ايديكم. شكرا جدا يا جماعه ليكم، وان شاء الله اكون بتشرف مع حضراتكم بكره باذن الله. وبشكر النجم كريم رزق، وبشكر كل النجوم على السوشيال ميديا، حماه النادي الاهلي، مع كل جمهور النادي الاهلي اللي بتشرف دايما ان انا جزء منكم. واسيبكم مع النجم عمر ربيع ياسين والالعاب العالميه. شكرا جدا لحضراتكم. اهلا بحضراتكم، والفقره الاخيره من الاهلي الليله، وزي ما حضراتكم دايما متعودين بتكون الفقره العالميه، بنتكلم في اخر الامور الخاصه بالكره العالميه. النهارده اكيد عندنا يوم مهم جدا جدا في الاحداث العالميه، كمان 25 دقيقه بالظبط هتكون مباراه ريال مدريد وبرشلونه في مباراه الاياب او مباراه العوده في كاس ملك اسبانيا. المباراه الاولى انتهت 1-1. لكن قبل ما نبدا مع حضراتكم، اكيد يعني البقاء لله في شهداء حادثه قطار اليوم، اكيد طبعا يعني حادثه فظيعه، واكيد حادثه يعني اكيد كل اللي توفى فيها شهداء نحتسبهم عند الله شهداء طبعا، وبالتالي بنعزي مصر وبنعزي انفسنا. وزي ما حضراتكم عارفين ان دايما قناه النادي الاهلي هي يعني جزء لا ينفصل عن المجتمع، وبالتالي لازم نبدا الحديث بالتعزيه الخالصه والولاء الواجبه في شهداء حادثه القطار. وبالتالي ايضا هنبدا مع حضراتكم ونشوف نجوم كره القدم العالميه ونجوم مصر كتبوا وقالوا ايه عن الحادثه قبل ما نروح مع حضراتكم لمباراه ريال مدريد وبرشلونه. طبعا محمد صلاح نجم مصر ونجم نادي ليفربول كتب خالص العزاء لاسر ضحايا حادث القطار محطه مصر، واتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين. احمد حجازي مدافع منتخب مصر ايضا وفريق ويست بروميتش البيون كتب رحم الله شهداء قطار محطه مصر وصبر اهاليهم ودعوتنا للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل باذن الله. اما لاعبي النادي الاهلي وايضا نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق كابتن محمد ابو تريكه كاتب رحم الله شهداء حادث محطه مصر وربنا يصبر ذويهم وتمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين. محمود حسن تريزيجيه ايضا كتب رحم الله شهداء حادثه محطه مصر ونشر قال تعالى الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون ورحم الله شهداء حادثه محطه مصر. واخيرا احمد حسن كوكا اللي قال رحم الله ضحايا قطار محطه مصر يا رب صبر اهلهم. طبعا تاني وتالت هنعزي الشهداء اللي راحوا ضحيه حادثه قطار محطه مصر اليوم، ربنا يشفي كل المصابين اللي موجودين في حادثه فظيعه جدا وان شاء الله لا تتكرر. واكيد قلوبنا مع كل المصابين واكيد دعواتنا ليهم هتكون على طول. نبدا مع حضراتكم في مباراه اليوم، والمباراه اللي هتكون قويه جدا المباراه ما بين ريال مدريد وبرشلونه. ريال مدريد اكيد طبعا قبل ما نتكلم على التشكيل تعالوا نتكلم في شويه احصائيات وشويه ارقام خاصه باللقاء ما بين الفريقين. طبعا لو هنتكلم هنقول ان برشلونه وريال مدريد في 12 لقاء قبل كده في كاس ملك اسبانيا حقق فريق ريال مدريد الفوز في 4 مباريات وبرشلونه انتصر في 3 مباريات والتعادل كان في 5 مواجهات. وبالتالي النهارده لو برشلونه فاز
هيكون عدد مباريات اللي فاز بيها بيتساوى مع عدد مباريات فريق ريال مدريد. لو ريال مدريد فاز هيتفوق على فريق برشلونة بعدد مباراتين، وبالتالي هنشوف مباراة قوية جدا. أحرز لاعبي فريق ريال مدريد 17 هدف، بينما سجل لاعبي نادي برشلونة 16 هدف في مواجهات كأس ملك أسبانيا. طبعا فالفيردي لعب قدام ريال مدريد في 26 مباراة، سواء لما كان موجود مع برشلونة أو لما كان موجود في أتلتيك بلباو، فاز في 7 مباريات وخسر في 15 مباراة، والتعادل كان في 4 مباريات. طبعا احنا كلنا فاكرين الأولى مواسم فالفيردي مع نادي برشلونة لما افتتح الموسم بالخسارة في لقائين في كأس السوبر الأسباني. سانتياغو سولاري لعب قدام برشلونة مباراة واحدة فقط، وهي المباراة الأولى في كأس الملك واللي كانت على ملعب الكامب نو، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. فالفيردي وسولاري اتقابلوا مع بعض في مباراة واحدة، وأيضا هي المباراة الأولى اللي كانت في ملعب كامب نو وانتهت أيضا بالتعادل. طبعا سولاري أولى التجارب الخاصة به كمدير فني لنادي ريال مدريد، وكان موجود في فريق الرديف أو فريق ريزيرفز، لكن دي المرة الأولى زي زين الدين زيدان لما كان موجود في فريق أو فريق الناشئين أو فريق الرديف زي ما بيطلق عليه في أوروبا، وأخذ التجربة مع فريق ريال مدريد سواء بمدرب عام مع كارلو أنشيلوتي أو كمدير فني. لكن سولاري على طول من الفريق الشباب أو فريق ناشئين إلى الفريق الأول، وبالتالي سولاري هو أول موسم ليه مع فريق ريال مدريد. أكيد سولاري عنده أحلام وطموحات أنه هو يأكد ويقول أنه هو الأقدر بتدريب فريق ريال مدريد بداية من الموسم القادم، علشان يتخلى أو اللقب ده يتخلى عنه المدير الفني المؤقت، لقب زي ما بيطلق على سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، أيضا بيطلق على سانتياغو سولاري هو المدير الفني المؤقت لفريق ريال مدريد. قدامه فرصة كبيرة ان هو يثبت نفسه ويقول لفلورنتينو بيريز انا المدير الفني القادم اللي هكون خليفة زين الدين زيدان. هنتكلم على المواجهات الخاصة بالفريقين في كأس ملك اسبانيا. تعالوا نروح شوية لكريم بنزيما. كريم بنزيما وميسي والاثنين اكيد من نجوم اللقاء، سواء كريم بنزيما قائد للهجوم لفريق ريال مدريد او لميسي اللي محلفوش الحظ في اخر لقاءين لفريق ريال مدريد امام برشلونة، ان في المباراة الاولى اللي انتهت 5-1 على ملعب الكامب نو كان مصاب وبالتالي ما لعبش المباراة. المباراة الاخيرة اللي كانت في كأس ملك اسبانيا كان عنده اصابة ايضا في اللقاء اللي قبليه في بطولة الدوري الاسباني، وبالتالي ميسي بيغيب عن المباراة لمدة ساعة علشان يكون موجود في آخر 30 دقيقة من عمر المباراة. كريم بنزيما طبعا أحد أهم اللعيبة اللي موجودين في فريق ريال مدريد، طبعا سجل 11 هدف وصنع هدفين من 25 مباراة لعبها في الليجا الأسبانية. طبعا كريم بنزيما 31 سنة، كريم بنزيما بيتميز بالرأس الحربة المحطة، رأس الحربة اللي خلاص اللي بعد ما رونالدو مشي بقى عنده حرية كبيرة جدا، بقى هو اللاعب رقم واحد في الخط الهجومي، وبالتالي كل لاعبي فريق ريال مدريد بيدوروا على الخيار الأول في الحل الهجومي على كريم بنزيما. طبعا سواريز ايضا من اللعيبه المهمه جدا في صفوف نادي برشلونه، بيلعب راس حربه، سجل 16 هدف الموسم الحالي وصنع 5 اهداف من 24 مباراه، وبالتالي كلنا عارفين ان سواريز ايضا من رؤوس الحربه الاقويه جدا اللي بيتمتع بقوه، بيتمتع ب يعني شويه مهارات في استفزاز الفريق المنافس، وبالتالي بينجح ان هو يستفز المدافع وبينجح ان هو يستغل نص فرصة علشان يسجل منها هدف، وبالتالي يكون مواجهة صعبة جدا على الدفاعين سواء دفاع برشلونة ومراقبة كريم بنزيما أو مراقبة طبعا لويس سواريز وخط دفاع فريق ريال مدريد. جاريث بيل أيضا واحد من اللعيبة اللي مش هيكونوا موجودين في بداية المباراة، لكن هنتكلم عن التشكيل. لكن جاريث بيل واحد من مفاتيح اللعب المهمة جدا اللي بيعتمد عليه سانتياغو سولاري، سواء لو كان بدأ المباراة أو لو كان موجود على مقاعد البدلاء. جاريث بيل في آخر مباراة ليه أمام فريق ليفانتي نجح إنه يجيب هدف الفوز عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 78، لكن الاحتفال كان بشكل فيه برود تام، وبالتالي الصحافة الإسبانية فجرت قضية هل جاريث بيل ده يكون آخر موسم ليه مع فريق ريال مدريد ولا لا؟ ده اللي احنا هنشوفه، لكن واضح ان العلاقة بتتوتر مباراة تلو الأخرى ما بين جاريث بيل وفريق ريال مدريد. جاريث بيل بالرغم الإصابات الكتيرة جدا اللي بتجيله الموسم الحالي شارك فيه 20 مباراة في الدوري الأسباني ونجح في تسجيل 7 أهداف وصنع هدفين.
ميسي طبعا نجم النجوم، احسن لاعب في العالم واحسن لاعب في الكون واحسن لاعب في اي حته حضراتكم عايزين تقولوها قولوها. مفيش شك ان ميسي مباراه تلو الاخر اكيد بياكد كل الارقام اللي تمت والجوائز اللي تم منحها الموسم الماضي اللي بيتم تسليمها الموسم الحالي، انه يستحق لقب افضل لاعب في العالم سواء في بطوله او من البالون دور من فرانس فوتبول او من الفيفا جائزه ذا بيست او حتى افضل لاعب في اوروبا. لازم يكون ميسي موجود علشان ده لعيب مش عادي. ميسي بيتألق، ميسي من 23 مباراة في الدوري الإسباني بيسجل 25 هدف وبيصنع 11 هدف. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان ميسي اكتر لاعب في الدوريات الكبرى بيسجل اهداف، محدش مسجل زيه، اللي على طول وراه هو رونالدو ب 19 هدف. وبالتالي ميسي ورونالدو في اي حته في العالم دايما دايما بيكونوا مميزين سواء في ايطاليا او سواء في اسبانيا. هيفضل المقارنه ما بينهم لحد اخر يوم ما يكونوا موجودين في الملاعب. طبعا المباراه النهارده هتشهد وجود نجمين جداد على مباراة الكلاسيكو، فينيسيوس جونيور اللي شارك في مباراة وحيدة فقط وعثمان ديمبلي اللي بيشارك أيضا في المباراة. لكن فينيسيوس جونيور واحد من المواهب القوية جدا، واحد من المواهب اللي أعتقد ريال مدريد حاطط أمال وطموحات عليهم بشكل كبير جدا خلال الفترة القادمة. تألق في المباراة الأولى أمام فريق برشلونة، ما كانش فيه رهبة، ما كانش فيه خوف، كان فيه لعبة بثقة كبيرة جدا. مباراة ورا تانية بيثبت ان هو فعلا واحد من اللعيبه اللي هيكون ليه مستقبل كبير جدا خلال الفتره القادمه. وليه لا، ما يعوضش غياب رونالدو اللي انا شايف من وجهه نظري لحد دلوقتي ريال مدريد لن او ما قدرش ان هو يعوض غياب رونالدو اللي كان الهداف الاول لفريق ريال مدريد وايضا من واحد من الهدافين التاريخيين لفريق ريال مدريد. فينيسيوس جونيور طبعا لعب فيه 14 مباراه في الموسم الحالي، لكن طبعا يعني احنا بنتكلم في واحد عنده سرعه، واحد عنده مهاره، واحد عنده قوه، بيلعب واحد على واحد مهم جدا النهارده. اكيد هيبقى فيه تفيل على فينيسيوس جونيور بشكل فالفيردي اكيد هو ادرى بيه علشان يمنع ويحد من خطوره المباراه. تلعب على هكون ملعب سانتياغو برنابيو، وبالتالي الدفعه الجماهيريه هتكون موجوده بشكل كبير جدا في ظهر فينيسيوس جونيور وفريق ريال مدريد. ودايما بقول النادي اللي بيلعب على ملعبه وسط جمهوره بيكون عنده الافضليه، حتى لو هيلعب يعني هنقول 55% فريق ريال مدريد 45% فريق برشلونة، علشان سبب آخر غير الأرض والجمهور إن المباراة الأولى انتهت ب1-1 وبالتالي نتيجة قريبة جدا سواء لريال مدريد أو سواء لبرشلونة. عثمان ديمبلي طبعا واحد من النجوم اللي هيكونوا موجودين، 22 مباراة في الدوري الأسباني، سجل 8 أهداف وصنع 4. طبعا عارفين ان المهاره العاليه جدا 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 والسرعه الفائقه عند عثمان ديمبلي، وكمان عثمان ديمبلي بيتميز يمينه زي شماله، شماله زي يمينه، ما عندوش رجل اقوى من الثانيه، وبالتالي ده بيحط مسؤوليه وصعوبه كبيره جدا على مدافعين فريق ريال مدريد علشان يكونوا متوقعين هل هيقفلوا الزاويه اليمين، هيفتحوا الزاويه الشمال، هل ممكن يفتحوا الزاويه الشمال ويقفلوا الزاويه اليمين. موضوع صعب جدا لما لاعب كره قدم يكون بيتميز بيمينه وبشماله. كلنا عارفين طبعا الاسطوره الهولنديه اللي كان موجوده في فريق برشلونه في يوم من الايام مارك اوفرماس، ايضا واحد عنده موهبه اليمين وموهبه الشمال، وبالتالي بيكون لاعب متعب جدا جدا لفريق المنافس. تعالوا نروح سريعا لتشكيله مباراه اليوم واللي هتكون ما بين ريال مدريد وبرشلونه. هنبدا معاكم باصحاب الارض والجمهور فريق ريال مدريد والتشكيلة اللي تم إعلانها رسميا. نافاس في حراسة المرمى، خط الدفاع رجلون ناحية الشمال، سيرجيو راموس وفاران في خط الدفاع، وكارفخال أيضا ناحية اليمين. ثلاثة في نص الملعب، كاسيميرو، كروس ومودريتش. الثلاثي الهجومي فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما ولوكاس باسكيز، وبالتالي بيغيب جارث بيل عن التشكيلة الرئيسية. من أهم اللعيبة اللي موجودين على مقاعد البدلاء بالنسبة لفريق ريال مدريد ماركو أسانسيو وجارث بيل، وطبعا كورتوا ومارسيلو وناتشو فرنانديز، وبنتكلم على فريدريكو فالفيردي، واخيرا طبعا داني سيبايوس. ده بالنسبه لفريق ريال مدريد. نروح لتشكيل نادي برشلونه وحراسه المرمى. مارك تيرشتيجن اربعه في خط الدفاع، جورجي البا ناحيه الشمال، لونجلي وابليكي قلبي الدفاع، ونيلسون سميدو ناحيه اليمين. ثلاثه في نص الملعب، سيرجيو روبرتو وبوسكيتس وراكيتيتش، والثلاثي الهجومي ميسي وسواريز وديمبلي. اما على مقاعد البدلاء اللي موجودين في نادي برشلونه طبعا سيليسون في حراسه المرمى، سامويل اومتيتي، ارتورو فيدال، ارثر، فيليب كوتينيو، مالكوم الينا. واضح جدا ان دكه بدلاء برشلونه اقوى بكتير من دكه بدلاء فريق ريال مدريد، لكن هفضل اعيد وازيد ان لقاءات الكلاسيكو بشكل عام
مفيش توقعات، مفيش دقه قويه ودقه ضعيفه. اللي بيكون فنيا افضل، اللي بيكون الحظ معاه بشكل كبير، هو ده اللي بيقدر ان هو يتفوق في المباراه. ممكن نتكلم ونقول الفنيات ونقول ده هيكون عامل خطوره، وده هيكون لاعب خطر، وده مفتاح لعب خطر جدا بالنسبه لفريق ريال مدريد وبرشلونه. لكن المباراه بيكون لها سيناريو مختلف، الضغط العصبي اللي موجود، ضغط الجمهور اللي موجود، ارضيه الملعب، الجو بشكل عام، نفسيه اللاعب او الحاله النفسيه اللي اللاعب يكون موجود فيها اليوم المباراه. ممكن واحد ما يكونش نايم كويس، ممكن يكون واحد عنده اجهاد، ممكن يكون واحد عنده اصابه حصلت له في اول المباراه فبالتالي تمنعه من انه يكمل المباراه بنفس المستوى، وممكن يتغير حاجات كتير جدا كده، تفاصيل صغيره في كره القدم. يعني لو ركزنا فيها شويه هنعرف ان المباراه فعلا بتكون يعني شبيهه بلعبه الشطرنج. هو اللي مدير فني بيكون محضر سيناريو في دماغه، لو ما مشيش بالشكل اللي هو عايزه تكون مشكله كبيره جدا، لو مشي بالشكل اللي هو عايزه بيكون عامل ايجابي ليه، وبيقدر يستغل بعد كده الوقت اللي بيكون متبقي من المباراه على حسب التكتيك الخاص بيه. يعني ما عندناش حاجه ثانيه نتكلم عليها خاصه بريال مدريد وبرشلونه، غير ان المباراه طبعا هتبدا بعد اقل من 10 دقائق. لكن سريعا عشان الوقت بيجري مع حضراتكم، محمد صلاح ومباراه ايضا الساعه 10 هتكون امام فريق واتفورد في الدوري الانجليزي. ليفربول في المركز الاول بفارق نقطه وحيده عن فريق مانشستر سيتي، لكن الاثنين هيلعبوا في نفس التوقيت. يا ترى هل فريق ليفربول هيقدر ان هو يكمل فارق النقطه ما بينه وما بين نادي مانشستر سيتي ولا لا؟ طبعا ليفربول امام واتفورد الساعه 10، وفي نفس التوقيت مانشستر سيتي هيلعب امام فريق وست هام، وايضا مباراه قويه جدا تشيلسي امام توتنهام الساعه 10. حاليا نادي ارسنال بيلعب امام فريق بورنموث، المباراه ابتدت بقى لها 7 دقائق وارسنال متقدم 1-0 على نادي بورنموث. يعني بشوف لحضراتكم التشكيله عشان محمد النني موجود على مقاعد البدلاء لكنه لم يشارك في المباراه كاساسي. طبعا الاحرز هدف المباراه لارسنال هو مسعود اوزيل، وهنا بقى الكلام، هل مسعود اوزيل هيفضل موجود في ارسنال؟ علشان كده يوناي امري بيحاول ان هو يشركه، بيحاول يديله بعض الثقه بالنفس علشان خاطر يتم تجديد عقده مع ارسنال، ولا مسعود اوزيل هيكون مقرر انه يخرج بره نادي ارسنال وبره ملعب الامارات؟ ده اللي احنا نعرفه مع نهايه الموسم الحالي. طبعا محمد صلاح نتكلم عليه تاني، ونرجع نقول ان محمد صلاح وتقرير مهم جدا على محمد صلاح وتمركزه، وممكن نقول ان المستوى اللي بعيد عنه محمد صلاح الموسم الحالي ايه اسبابه. ففي كلام كتير جدا هقول لحضراتكم سريعا، وهنمسك احصائيات محمد صلاح وهنتكلم على احصائيات محمد صلاح الموسم الحالي واحصائيات محمد صلاح الموسم الماضي، وايضا محمد صلاح هو بيلعب في مركز الجناح الايمن او الجناح الايسر، ايضا لما بيكون موجود في مركز الراس حربه او لما يكون موجود في مركز رقم 10. نشوف محمد صلاح سجل كم هدف، احرز كم هدف بشماله، احرز كم هدف بيمينه، صنع كم هدف، احرز كم هدف وهو في مركز راس الحربه وهو في مركز الجناح الايمن. طبعا محمد صلاح في الدوري الانجليزي ضد فريق مانشستر يونايتد في اخر طبعا 3 مواجهات ضد مانشستر يونايتد لم يستطيع التسجيل في اي مباراه، وبالتالي هو ده الفريق الوحيد المستعصي امام محمد صلاح. محمد صلاح سجل في كل الفرق الكبيره الموسم الماضي، لكن الموسم الحالي محمد صلاح طبعا ما سجلش في معظم الفرق، السيتي في اللقاءين ما سجلش، تشيلسي ما سجلش، توتنهام ما سجلش، وبالتالي محمد صلاح طبعا كونه نجم واحد من نجوم الدوري الانجليزي واحد من نجوم كره القدم العالميه، ده بيحط ضغط عليه كبير جدا، وبيحط عليه تركيز شديد جدا وكبير جدا من المدربين مع المدافعين في رقابه محمد صلاح. محمد صلاح في اخر 7 مباريات ما قدرش انه يصنع اي هدف لفريق ليفربول، لكن في اخر 4 لقاءات في الدوري قدر انه يسجل هدف واحد فقط بالنسبه للموسم الحالي. الموسم الماضي محمد صلاح لعب معظم لقاءاته في الجناح اليمين، 27 مباراة سجل فيها 25 هدف وصنع 8 أهداف. الموسم الحالي محمد صلاح لعب 13 مباراة كجناح أيمن سجل من خلالها 4 أهداف، وهنا بنشوف فارق الأرقام. محمد صلاح الموسم الماضي في 27 مباراة كجناح أيمن سجل فيهم 25 هدف، الموسم ده لعب 13 مباراة كجناح أيمن سجل من خلالها 4 أهداف فقط. لكن الغريب بقى الموسم الحالي إن محمد صلاح 13 مباراة في مركز الراس حربة، أو مش الراس حربة الصريح، الحتة اللي هي الهجومية اللي بيكون موجودة ما بين فيرمينيو وما بين ساديو ماني، قدر إنه من خلال 13 مباراة يسجل من خلالها 13 هدف. يعني بنتكلم في معدل تهديف إن كل مباراة بيجيب هدف في آخر 13 مباراة لعب فيهم كمركز راس حربة. محمد صلاح طبعًا 32 هدف الموسم الماضي. محمد صلاح ما سجلش
غير هدف واحد ضد التوب 6 او اقوى 6 فرق في الدوري الانجليزي، هدف امام ارسنال عن طريق ركله جزاء فقط لغير، وكمان ضد 4 مواجهات ضد مانشستر. احنا قلنا 3 ضد مانشستر لو ما حسبناش اللقاء اللي اتلعب منذ ايام، لكن طبعا زائد المباراه اللي اقيمت من كام يوم. محمد صلاح لم يسجل في شباك فريق مانشستر يونايتد اي اهداف، وزي ما قلت لحضراتكم ده الفريق الوحيد اللي محمد صلاح ما قدرش ان هو يسجل فيه. على مدار موسمين محمد صلاح بيسجل 49 هدف، من خلالها 7 اهداف بس برجليه اليمين. وهنا بقى احنا بنشوف اللاعب الاشهر بيكون عنده مشكله، ان محمد صلاح وجوده على الطرف الايمن دلوقتي بقى عامل له عائق كبير جدا، ان كل المدافعين بيقفلوا له الزاويه الشمال علشان خاطر هي الزاويه الاقوى، الرجل الاقوى ناحيه اليمين. ممكن يكون في اهداف سجلها محمد صلاح لكن مش هو ده المعتاد على نجمنا المصري. لكن طبعا يعني احصائيه ايضا بتتكلم على نجمنا المصري خاصه في مباراه مانشستر يونايتد، ان محمد صلاح لمس الكوره 40 مره وان خسر الاستحواذ 7 مرات كاكثر لاعب في الملعب خسر مباريات. طبعا الكونكلوجن او التفسير في اللي انا بقوله ان الموسم الحالي معظم فرق الدوري الانجليزيه بتلعب بشكل متراجع في الدفاع، وده بيعمل ضغط على لاعبي فريق ليفربول. اولا بيقلل المساحات، بيقلل المعدل السرعات عند الثلاثي ماني ومحمد صلاح وفيرمينيو. ميزه الثلاثي في السرعات في الواحد على واحد في الوان تو، كل لعبهم معتمد على سرعه. ليفربول ما عندوش راس الحربه الصريح اللي يقدر يعمل لهم محطه، ليفربول ما عندوش سواريز، ليفربول ما عندوش لوكاكو، ليفربول ما عندوش راس الحربه اللي يقدر يعتمد عليه علشان يكون موجودين اثنين، سواء مثلا لو راس حربه في قوه لوكاكو موجود في ليفربول على سبيل المثال هتلاقي فيرمينيو وصلاح الوضع بقى مختلف معاهم. لكن طبعا يوجن كلوب بيلعب بثلاث لعيبه ممكن شوية نلاقيهم عندهم بعض الحرية، وممكن نلاقي ان فيرمينيو هو اللي مكلف بمركز الرأس حربة. فيرمينيو عمره ما بيكون رأس حربة صريح لكنه موجود في مركز ممكن نقول 9.5 او 10، 9.5 ده يعني تحت المهاجم شوية، 10 ده بيكون يعني بيبدل مع صلاح شوية، بيبدل مع ماني شوية، لكن طبعا ده بالنسبة لصلاح وليفربول. اخيرا عايز اقول لحضراتكم ان محمد صلاح في تصريح قال ان رقم 9 مش بيناسبني وما زلت من افضل هدافي انجلترا. خاص بمحمد صلاح اخيرا اخر خبر سولشاير وتصريح قوي جدا ان ليفربول لن يفوز بالدوري الانجليزي لاسباب الاعتماد فقط على الهجمات المرتده، ما فيش طريقه لعب، ما فيش اسلوب لعب، وانا شايف انه تصريح هجومي جدا. وفي نفس الوقت انا بقول سولشاير ان شاء الله ليفربول هيقدر ان هو يفوز بلقب الدوري الانجليزي. كنا مع حضراتكم كده سريعا لبينا لحضراتكم كل الاحداث الخاصه بالكره العالميه وايضا مباراه ريال مدريد وبرشلونه. نتمنى ان هي ان شاء الله تكون مشاهده ممتعه، ونشوفكم بكره على خير في حلقه جديده من حلقات الاهلي. لا تصبحوا على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.